حياكم الله أخواني وأخواتي متابعينا على القناة في اليوتيوب والتيك توك. اليوم موضوعنا عن من هو الحاكم الأصلي في العراق. من عام 2003 ولحد يومنا هذا يتصورون بأنه الناس هذول الإماعات اللي حكموا العراق هم قادة العراق الجدد، وهم يديرون دفة الحكم في العراق وديمقراطيتهم وانتخاباتهم الفاشلة من الاحتلال إلى يومنا هذا. لو تمعنا باللي موجود واللي دا يصير وتراقبون كل اللي دا يصير بالعراق راح تشاهدون ثلاث أشخاص هم الحكام الفعليين للعراق. أولهم رأس الأفعى الإيراني اللي قابع في النجف. أي شخص ما يقدر يجيب طارية بأي طريقة من الطرق ويجعلوه إمام على كل العراقيين بالرغبة أو بالقوة، وهو السبتة تنقاني. أما السفارة الأمريكية فهي المتحكمة الرئيسية في العراق. أما بعثة الأمم المتحدة بجميع سفرائها اللي تم تبديلهم من الاحتلال وحد يومنا هذا سفراء مرتشين، سفراء تقاريرهم غلط في غلط لأسباب معدودة، وهو أن العراق يجب أن ينتهي. انتهاء العراق هذا الطريق اللي مخطط له منذ عشرات السنوات، والأسباب كثيرة، منها إزالة أي شيء متمسك بالوطن أو يحاول يتكلم عن الوطن وحب العراق. حتى الغربية اللي يحاولون بشتى الطرق تجهيله، وعملية التجهيل ماشية وبطريقة احترافية ووصلت العراق إلى قاع المجتمعات العالمية. جهل وتخلف، انحدار بالأخلاق، بالتعليم، بجواز السفر، بالاقتصاد، بالاختلاس، بالسرقات، بالقتل، بالنهب. وصلوا العراق إلى هذه المرحلة من الجهل والتخلف حتى يكون مسيطر عليه. ويقول أحد الفلاسفة: لو أردت تحطيم بلد أعطي الجاهل المال والسلطة والسلاح. وفعلا هذا اللي حدث بالعراق، أعطوا الجاهل المال والسلاح والسلطة. والجاهل لما تكون عنده أموال وسلطة وسلاح يفعل ما يفعله. كل ما يحصل في العراق وما حصل في سوريا وليبيا ولبنان واليمن بمساعدة للأسف دولية من دول تعتبر نفسها بلدان ديمقراطية وتعتبر نفسها بلدان تدافع عن حقوق الإنسان. هذه الشعارات اللي رفعوها من أجل تحطيم بلداننا باسم الحرية وباسم الديمقراطية. أكثر من 2 مليون شهيد في العراق، 5 مليون مهجر،
ملايين في مخيمات اللجوء، عشرات الآلاف من المغيبين، عشرات الآلاف في سجون قابعين بدون أي محاكم، وحتى اللي يخلص الحكم ماله هم خلصان وما يخرج من السجن إلا بدفع الأموال والمساومة على خروجه. وهذه الدولة تدار من 2003 لحد يومنا هذا، ويطلع لك واحد يقول لك ليش تترحم على أيام صدام حسين. هذا الكلام أريد أوجهه للعقلاء أو لما تبقى من العقلاء، يجوك يقول لك أنت ليش تمدح صدام حسين، أنت ليش تترحم على أيام صدام حسين، أنت ليش تمدح شخص قتل ودخل العراق في حروب. السؤال جدا بسيط، الرئيس صدام حسين الله يرحمه، وهذه كلمة الله يرحمه تفقس عيون كل ديول إيران وكل المجرمين اللي دائما يحاولون تشويه التاريخ والحاضر ومحاولة تزييف ما حصل في تاريخ الرئيس صدام حسين وفي تاريخ الحكومة العراقية السابقة اللي حافظت على العراق بكل الطرق المتاحة لها، الإعدامات والقتل كانت معلومة للجميع، اللي خان الوطن جزاء المقصلة، اللي يتعامل مع بلد معادي للعراق مصيره المقصلة. أعطوني دولة في العالم يمسكون خائن أو يمسكون واحد عميل أو يمسكون أحد يحاول اغتيال رئيس دولة وهو في حالة حرب مع دولة ثانية، وهذا العميل يأمل للدولة اللي دا يحاربها هذا الرئيس، ايش راح يكون مصيره؟ للعقلاء خلي يجاوبون. بعد ما نكمل راح نفتح الاتصالات، نريد نعرف حال العراق من راح الرئيس صدام حسين اللي تسموه دكتاتور واللي تسموه قاتل واللي تسموه مجرم، ونشوف المقارنة اللي حصلت بعد 2003 والديمقراطية والحرية اللي وصلتنا من أمريكا وإيران. الديمقراطية اللي وصلتنا هي إتاحة الأنترنت للأفلام الإباحية، تشويه سمعة الناس، انجراف الناس إلى شيء ما كان متواجد في العراق وهو المخدرات اللي غرقت العراق، وبدأ شيء طبيعي بأنه الكل متعاطي ويتعاطى ويتاجر، وعصابات مسلحة تحكم هذه المنظمات اللي مدعومة غالبيتها مما يسمون أنفسهم برجال الدين وأحفاد الحسين رضي الله عنه. الجارة أو الجارة العار إيران اللي ما خلت شيء فاسد ما دخلتها للعراق، اللي ما بقى شيء فاسد ومنحدر أخلاقيا وسياسيا إلا دخلتها للعراق. لما نجي على السفيرة الأمريكية وجماعة المقاولة والمماتعة اللي ذبحونا بأنه أمريكا الشيطان الأكبر
ولازم نعمل كذا ونحرر القدس. وهذا الفاطس السليماني اللي صار 3 سنوات يتوعدون، وهذا اللي طلع قال بعد 12:30 بالليل إذا الأمريكان ما طلعوا جماعة 42,000 50,000 راح نطلعهم وراح ننتقم. وللسنة الثالثة على التوالي وبنجاح مستمر في السينما العراقية المتواجدة على الساحة من عام 2003 المقاولة والمماتعة ما سووا غير قتل العراقيين وترهيبهم وابتزازهم وسرقة ثرواتهم. جماعة المقاولة والمماتعة المتمثلة في الإطار أو التاير من كلا كلا أمريكا إلى اللقاءات المستمرة وأخذ الأوامر من السفيرة الأمريكية في بغداد، وجعل الزبابيك أو ذيولها تغرد وتصرح على قنوات التلفاز بأنه أمريكا دولة عظيمة لازم نتعامل معها مثل ما نتعامل مع كل دولة ثانية، وأمريكا وبريطانيا هذه الدول لازم تكون عندنا علاقات ثنائية وتبادل مصالح. وتغيرت اللهجة من المقاولة للمماتعة إلى الانبطاح وإلى كل هذا اللي دنشوفه حاليا. ومحمد الشياع الأرجنتيني رئيس وزراء دولة الإقليم العراق الإيراني زياراته إلى كل هذه الدول وإلى أمريكا أثبتت بأنه هذول الأشخاص ما يهمهم شيء اسمه عراق، كل همهم وكل أمورهم هو الكرسي. حبيبي أخوي الصباح، الكرسي اللي بسبب هذا الكرسي عشرات الآلاف ضحوا بيهم شهداء أرامل أيتام عدد ما تشاء السجون. وأخيرا النكتة اللي فعلا ضحكت عليها يوم أمس لما وزارة الداخلية في العراق اللي تقودها الميليشيات يطلعون أمر بعدم متابعة القنوات والصفحات السخيفة اللي سموها. أنتوا وصلتوا العراق لهذول السفلة وجعلتم من العراق مهزلة وجعلتم من العراق أفسد ما خلق الله في البشرية. هذا العراق اللي خرج النوابغ والعلماء والفنانين والشعراء والأطباء والمهندسين أصبح اليوم في قعر العالم بالتخلف والجهل وكل اللي يصير بهذا البلد بسببكم وبسبب مضاجعكم ومعمميكم بسنتها وشيعتها. شفتوا البارحة محمد البلبوسي رئيس مجلس الدواب وعركة مالته، وبعدين هذا ليث الدليمي والتوقيع على استقالة في ورقة بيضاء. الدعم والدولة تدار بطريقة زعيم العصابة اللي قود. ماكو بلد يدار بهذه الشلة التعبانة، بهذه الشلة الساقطة، بهذه الشلة النزقة إلا في العراق. حتى هذه الدول اللي العالم يسميها متخلفة ما صار بيها اللي صار بالعراق. هذا البلد اللي كان يضرب به المثل في الرجولة والنخوة والشهامة أصبح بلد فاسد، تجارة مخدرات، دعارة باسم الدين والمذهب،
هسه يطلع لي واحد راسه مربع على مثلث يقول لك انت تسب الشيعة، لان دائما يريدون يفهمون اللي هم يريدون يفهمون، ودائما يريدون يقولون ما لا نقول. تعلمنا على الذيول، وتعلمنا على الأكاذيب، وتعلمنا على كل المراوغات اللي يريدون فيها تبييض الوجه الأسود لهذه العصابة. أمريكا هي اللي تدير المشهد في العراق. جماعة المقاولة والمماتعة وقعوا على تعهد بأنه بقاء القوات الأمريكية. قبل عدة شهور نطالب بخروج القوات الأمريكية وضربوا لهم كم صاروخ هنا وهناك، وهسه وقعوا معاهدة جديدة ببقاء القوات الأمريكية بحجة تدريب الجيش العراقي ومحاربة الدواعش. هو من جاب الدواعش والقاعدة وغيرها غيركم؟ هو من جاب كل هذا الدمار لهذا البلد غيركم؟ هو من جاب كل هذه الحثالات غيركم؟ ويطلع تيس الخزعلي يصرح بكيفه، ويطلع مقتدى السطل يصرح بكيفه، ومحمد البلبوسي يطلع يصرح بكيفه، وخميس الكنغر يطلع يصرح بكيفه، وسافل عبد الهتلي يصرح بكيفه، والمضاجع واللي يتبعهم يصرحون بكيفهم، والقنوات مفتوحة بملايين الدولارات إن ما كانت مليارات تصرف عليها لغسل دماغ العراقي. الشباب العراقي الحمد لله بقى وصار يوعى للعبة هذه. هذولا اللي لعبوا بعواطف ومشاعر العراقيين، لأن عرفوا العراقي إنسان دائما الأحاسيس وهذه الشغلات اللي بداخل العاطفية هي اللي تسيره، فلعبوا على العاطفة الدينية وبالتحديد المذهب الشيعي، والشيعة براء منهم. اللي ما ينتخب قائمة 5-5 اللي قالها سيد السبتة تنقاني مالتكم، اللي جماعة يقولون ما يتدخل بالسياسة، هو كان أول من أيد هذه الانتخابات وبالتحديد التوقيع على الدستور الأعور اللي دمر العراق، اللي لا تعرف رأسه ولا رجليه. هذا السبتة تنقاني مرض العراق. احنا دائما نقول الحية ما تموت من الذيل، الحية تموت من الرأس. العراق اذا ما خلص من هذول المضاجع ما راح يرجع، ولا راح يرجع، ولا راح يصير عراق بعد. وقلتها واكرر، كل من يتأمل بأنه في يوم من الأيام قوة خارجية تدخل لتحرير العراق من هذه العصابات، فخليه يروح يغطي نفسه ويأخذ لحبايتين وينام. هذه الدول وبالتحديد الغربية أدها المصالح فوق البشر، فوق الحياة، فوق الإنسانية، وأي حقوق إن كانت دينية أو أخلاقية أو دنيوية ما لهم شغل بيها، يتعاونون مع الشيطان لصالح مصالحهم. أمريكا وبريطانيا والغرب عامة اللي يستقبلون كل حثالات العراق، مرة باسم وزير، مرة باسم رئيس وزراء أو رئيس دولة، يعرفون بأنه ناس مجرمين، ناس قتلة، ناس مرتزقة وعمالتهم إلى إيران إلى النخاع، بس يبقون يستقبلوهم ويفرشون السجاد الأحمر إلهم ويرحبون بيهم، لأن مصالحهم مشتركة إن كانت في الطاقة وسرقات وترس بنوقهم الخاوية
رغم هذا الكساد الاقتصادي يعرفون هذا العراق مهما نهبت وسرقت منه تبقى دولارات وثروات به. نريد نعرف من العراقي إن كان معانا أو ضدنا، ليش وصل العراق لهذه الدرجة. أنا أريد أقول كلمتي، اللي يتفق يتفق واللي يعارض يعارض واللي يشتمني خلي يشتم، بس أقول من نيده الله يزيده ومنكم سلط عليكم. احنا شعب قتل الحسين عليه السلام بعد ما دعوه، احنا شعب قتل الملك ماله وسحله عائلته رغم ما حمل القرآن بيده وقال لهم بس تركوني وهو طفل. احنا شعب عدم رئيسه الرئيس صدام حسين وتشمت بي ومثل بجثته، مثل هيك الشعب يستحق اللي يستحقه، مثل هيك الشعب مع جل احترامي للقلة القليلة اللي دا تفهم كلامي وليش أنا دا أتكلم هذا الكلام والحرقة في قلبي، يعني الحرقة في قلبي، بس هذه الحقيقة، والحقيقة دائما تكون يعني مؤذية للمنافقين وقوية على الدجالين وخبيثة على الخبثاء، لأن كل ما تحكي وياه يقول لك رغم كل اللي يصير بالعراق بس أشرف من نظام صدام حسين والبعث. كلنا دا نشوف فضايحهم، هذول الفضايح. اليوم كنت أتفرج على برنامج حسينية في أمريكا مو بالعراق، سرقوها وحولوها بغير اسم إلى المهدي، ما أعرف شنو هذه الكلاوات مالتهم، وما حد يتكلم معاهم رغم محاكم وكذا، ما حد يتكلم معاهم. وأي شخص حتى من ضمنهم هم أهل الحسينية رأسا لقبوهم بالبعثية وجماعة صدام، وأنتوا كنتوا مع في صدام في القصر، وصلوا جهلهم وتخلفهم وتشويه السمعة معاهم إلى أمريكا، رغم هم عايشين في بلد الحرية والديمقراطية والبلد اللي احتل بلدهم، يفتخرون بجنسيتهم الأمريكية. هذول الناس اللي كان صدام حسين الله يرحمه دايس على رأسهم بأقدم حذاء عنده، من راح طلعت لنا الحشرات، المنهول طفح، المجاري طفحت، وأمريكا لليوم عايفة هذه المجاري غرقانة ومغرقة العراقيين، والناس الطيبة حايرة بلقمتها وحايرة الدولار صعد والدولار نزل وحايرة بمعيشتها وحايرة وأطفالها. ولما تتكلم يقول لك أنت بعت داعش ناصبي ضد آل البيت، لازم يحطون آل البيت حتى يهيجون مشاعر الناس. آل البيت الكرام ما كانوا يفترون بجكسارات وثلاثين حماية أربعين حماية سيارة معاهم، آل البيت الكرام ما سرقوا مال المؤمنين وانهزموا وبنوا قصور في بريطانيا وأمريكا وأوروبا، آل البيت الكرام كانوا يطلعون بالليل يوزعون الأكل والشرب على فقراء المسلمين، وأنتوا تسرقون العراقيين ليل نهار وتدعون أصولكم من آل البيت.
واحد فارسي عجمي كلمتين عربي ما يعرف، يتبعوا ملايين، يدفعوا للخمس، ما يطلع معاهم، يصلي له صلاة جمعة، صلاة في الإمام علي اللي هو بجنبه ساكن، بحجة والله مريض والله ما يقدر يمشي، بس عنده استعداد يقابل فلان وأمم متحدة ووفد أمريكي وما أعرف منه، هذا عنده استعداد ومو مريض، ويقعد يصافحهم ويحكي وياهم. عندنا ازدواجية بهذه الشخصية اللي علي الورد يتكلم عنها الله يرحمه. العراق مال تقوم لقوم بعد قطنا وشيلها من اذنك، ما طول المنافقين موجودين والمتاجرين بالدين والاعراض متواجدين، فانسى شيء اسمه عراق. بعد شويه راح نفتح الاتصالات، كل شخص خلي يفتح صدره ويحكي اللي بقلبه وضميره، ان كان ضدي ضد ما اقوله متفق معايا، ولكن بحدود الاخلاق. تقعد تسب وتشتم، هذه لغه الضعفاء اللي ما يعرفون يجاوبون على اي كلمه احنا نقولها او نقدمها او كذا. اما الزبالات اللي منتشره على الصفحات، وهذا السافل اللي بعده يسب ويغلط ويقول انا ما اقدر البس قاط والبس بدله ورباط وسيجار، عمي ما حد قايل لك اني هذا لبسي من الله خلقني، خوما شو تريدني اطلع مثلك بجامه قاعد بمطبخ مال مطعم واقعد مثلك؟ انت ابقى بهذا الحلم اللي انت مريض به اسمه صدام حسين، اللي كنت تدق وترقص للرفاق الحزبيين، وورا 20 سنة استفاقيت وتذكر صدام حسين مجرم، وانت كنت تطبل وتلحس قندرة اي رفيق حزبي. راح نفتح الاتصالات وحيا الله من يتصل، وخلي نشوف آراءكم، من هو يحكم العراق؟ المضجعية الكريمة، سفيرة الأمريكية، أم الأمم المتحدة المرتشية، وأنتوا دا تشوفون كل سفراء هذه الدول الغربية المتواجدين في العراق أصبحوا من أغنى أغنياء، ما نقول العالم بس في بلدانهم، بسبب الرشاوي اللي تلقوها، وبسبب تصريحات والفيز اللي يعطوها للميليشيات، وبسبب هذا الفيز اللي يعطوها لكل الحرامية اللي يوصلون للغرب. هذا اتصال راح، حاول اتصل مرة ثانية، يعطون فيز والفيزا 10,000 و15,000، شي هم الحرامي والميليشياوي بهذا المبلغ، يشمره ويطي ويجي على فرنسا ويجي على معروف وين، ويعبر على بريطانيا بغير اسم، ويصير سني وكل الهويات تثبت وهو مضطهد وعلى حسب الاصول. وهذه بريطانيا الغبية حالة حال الدول الباقية، تعطي الإقامة وبعدين الجنسية وعاشة وعيشة سعيدة. ألو، نعم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أستاذ لطيف. أي نعم، تفضل. وي، أنا أخت معكم في البيت، وبغيت نعطي رأيي. أنا الأخت ليلى المغربية. أهلا وسهلا أختي ليلى، تفضلي، حياك الله وأهل المغرب. واسمح لي غير شوية متوتر، أول مرة تنهضر معك. أي تفضلي. شرف لي، بيان سور، شرف لي كبير. الله يحفظك. بغيت غير
نهضر شويه على العراق. انا معاك في نفس الفكره اللي نطقتي بها. انا كنت كنفكر فيها من زمان. نعم. من زمان كنت كنفكر نفس التفكير اللي كنت دابا كطرحه. نعم. كتفهم عليا ياك؟ نعم فاهم، فاهم اللهجه. نعم داكو. انا اول مره كنت كنتابع داك، انا كنت كنتابعك انت من زمان. نعم. وتابعت هذاك السيد واحد النهار اعلن صورتي مع واحد الفرقه، كنت كنشتغل في فندق بابل ببغداد. نعم. واعلن صورتي ودخلت، دخلت كنتحاور مع الناس ديالو، كتبت لهم قلت لهم سمحوا لي عندي بس سؤال بغيتكم تجاوبوني عليه. الا جاوبتوني على السؤال ديالي غادي نقول واش زعما الحق معكم ولا انا اللي غلطه. قلت لهم بغيت نعرف علاش قتلتوا كاع الملوك اللي حكموا العراق، تقتلوا علاش؟ بغيت نعرف علاش. نعم. اعطيتهم هذا السؤال، حتى واحد ما قدر يجاوبني ولا احد راح يجاوب. حتى واحد ما قدر يجاوبني. لحقاش كانوا يهضروا على صدام 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 صدام. انا شفت صدام الصراحه، انا عشت في العراق وعشت زعما اش غنقول لك. انا لحد الان استاذنا لطيف ما نسيت العراق، العراق تيمشي في دمي، ما نسيتش العراق باهله وبالكرم اللي فيه. العراق واخا نتكلم واخا زعما واخا نشرح اللي شرحت، ما غاديش نقدر نعطي الحق للعراق كبلد تبارك الله قوي وكدولة كان فيها زعما كانت الحياة جدا 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 زوينة في العراق في وقت، كنهضر على وقت صدام، كنهضر أنا كنت في 88 و89 وللأسف مني كانت الحرب مع إيران وتوقفت، أنا دخلت بحالي. نعم. دونك العراق بصراحة كان بلد قوي وكان بلد جميل جدا بأهله وبناسه وزعما اش غنقول لك. العراق أنا مشيت لكثير مدن في العراق. لحد الآن ما شفتش دولة عربية بدك الكرم اللي في أهلها وبدك الكرم اللي في ناسها وبنساها وبرجالها كل شيء. أنا عاشرت والله الأخ لطيف، هذه شهادة من عندي. الله يحفظك. أنا لحد الآن ولا عمري عرفت أكو مسيحي، العفو مسيحي كنت عارفة، ولا كنت كنعرف أكو شيعي، أكو كيف تقولوا المسلم ميزلمون مسلم إيه سني شيعي، ما كان عندنا هذه التفرقة نهائيا. كنت نسمع صحيح، وأنا عرفت هذا الشيء يعني بهاي العصر، يعني عرفت هذا سني وهذا شيعي وهذا. في وقتها ما كان، كنا نسمعوا بالأكراد، كنا نسمعوا كانوا عندي صديقات مسيحية ببغداد، كن بس ما عمرنا سمعنا ما بين. أنا كنت بالنسبة لي ما كنتش كنعرف شاكو شيعي وشاكو سني ولا أعرف. لأن بس بهاي المشاكل اللي صارت هذا الكلام كان في وقتها عيب وعار على أي عراقي يتكلم بالدين أو المذهب أو القومية، لأن كانت خيمة العراق الكبيرة تجمعنا كنا. صحيح أخي، صحيح فريمون. وعندي شهادة واحدة أخرى أنا بعد نحيد الذنب عليا، عندي شهادة أنا عدي بصراحة كان يجي الفندق، أنا خدمت فندق الرشيد وخدمت فندق باب، كان يجيو كثير الفندق الرشيد، بس ما كان عندي زعما قرابه بالنسبه للعدي، بس قصي كانوا يحكيوا يعني اشياء انا كنسمعها مو زينه. بس والله العظيم اخ لطيف، انا حضرت الحفلات سواها، كنت في الحفله اللي سواها من اخذ خريج العسكريه، يعني والله ما عندي يعني كثير معلومة عليها. بس كان داير عزومة وكان كان الضيف اللي كان يغني كان عادل عقلة. عادل عقلة. نعم. واو.
بس والله الكلام اللي كنسمع اليوم انا ما شفته صراحه الاخ لطيف، ما شفته. يعني هاي الاشياء اللي انا كنسمعها اليوم انا في ذاك الوقت ما كنتش كنشوفها، يعني كنت تجيني الحياه عاديه، كنت كنشوف الناس عاديين، يعني تيجيو عادي، تيدخلوا ويخرجوا عادي، ما في هذه الاشياء اللي كنسمعها سوا هاي. والله اعلم، انا بعدا شهاده من عندي ولا شفت شيء موزين. الله يرحم والديك. يعني هذه شهاده من اخت مغربيه عملت في العراق، وبالنسبه لعدي وقصي والرئيس صدام حسين الله يرحمهم راحوا الى دار حقهم، ان كان زين او شين فهم رب العالمين اللي راح يتجازى معاهم. ما طول ماتوا أكيد. الامر انتهى في الحياه، فما ان حق نتكلم بعد عن اي شيء، ان كان يعني من سيئات او هذه التلفيقات في احدى القنوات اللي قاعد يطلعون ويتكلمون وبدون اي شيء. يعني ابن رئيس دولة من حقه يعمل اللي يعمله، بس في امور كانت تعمل خطأ، بس مثل ما قلت راحوا الى دار حقهم واكو رب عالمين يحاسبهم. صحيح، ما ولا احد يقدر يحاسب. والانسان من كيموت عيب تتكلم على انسان مات راح. يعني الناس الواعية اللي تعرف بأنه هذا حلال وهذا حرام اللي تفهم هذا الموضوع، بس أما الناس اللي ما عندها لا شرف ولا غيرة اللي يتهمون أو يسبون أو يشتمون الميت بزينة أو شينة فهذا ما يعتبر عنده ذرة شرف ولا أخلاق. صحيح. يعني صحيح. اللي يتهم الأموات، لأن الميت ما بيقدر يدافع عن نفسه، الميت في قبر وفي عند ربه، ما راح يطلع يقدر يدافع عن نفسه. أما سب العرض وشتم الأعراض هذا في نفس الخانة، لأنه عرضه ما عرف يصونه، ولهذا يريد الناس كلها تكون مثله. صحيح الأخ، زعما بصراحة وفي ذاك الوقت بصراحة ما كانش أشياء، كانت البنية ببغداد تسعة ما تلقى البنية بالليل، يعني إذا تلقى البنية بالليل مع أهلها، يعني ماكو بنية تتمشى بالليل. يعني كان صدام بصراحة حافظ البلاد، كان عاطي قيمة للنساء وعاطي قيمة للشعب ديالو، وعاطي مخلي الشعب فوق كاع الشعوب تقريبا. كان العراقي مني كتقول عراقي راه كان بحال تقول امريكي هسه، تعرفين امريكي اليوم. تعرفين اختي هسه انت على هذا كلامك اذناب ايران والملفقين والدجالين راح يعتبروك بعثية وصدامية وكذا وكذا، لأن تكلمت كلمة الحق. فأي شخص يتكلم كلمة الحق فهو بعثي وداعشي وصدامي، ورغد صدام حسين تموله، وكل هذه الأفلام اللي نسمعها يوميا. وللأسف والله للأسف أنا شفت هذاك الأخ نزار، كنت أنا زعما كندخل البث ديالو كنسمع كنشوف، كان أنا تنحب ناخذ الآراء من هذا والآراء من هذا ونحلل، أنا نحلل يعني شنو اللي حق. بس الحق هو اللي الحق لا يقوى عليه أي شيء، الحق هو اللي يبقى بالآخر. هذا فرس النهر تكلمنا عليه كثير، أنا كنت معاكم، أنا معاكم بالبث كل يوم، وقريبا راح يودع وما نريد نشوف شكله بعد. والأخ لطيف تعرف أنا شهر بي ولا أدري ولا أعرف، شهر بي في صورة. الله يستر عليك. ليش شهر؟ يعني نشر صورتك في قناته؟ نشر صورتي في قناته. تقدرين تقاضي أختي، أنا أتكلم لش بالقانون، أنا محامي، تقدرين تقاضي. والله هاي الأشياء كلها أنا أعيش في فرنسا. حياك الله أخي سعود. يعني قريبة منك أنت، يمكن ببريطانيا.
أختي أنا في لندن، أنا أقدر أساعدك، تقدرين تقاضي قاضي شخصيا وتقاضي في قناة اليوتيوب اللي نشر بيها صورتك. نشر صورتي، وأنا مرة كنت بس باليوتيوب أنا نطالع كتير البت عراقي كيف ما كان، يعني كيف قلت لك أنا نحب كتير العراق، نروح غير البت العراقي. بالصدفة أنا دخلت من شغلي، لأن أشتغل يعني أدخل للبيت بالثمانية تلقاني بالبيت. نعم. أنا دائما أنا هسا على وديت البت ديال الأخ لطيف، تندخل نجرب لوطوغوت باش نلحق على البت. الله يبارك بعمرك. مرة جيت من الشغل تنشوف الصورة، هذيك الصورة عندي أنا لحد الآن، عندي بالصور. نعم. عندي بالبيت لحد الآن تنشوف صورتي مع كان الأخ إسماعيل فرواجي، هو اللي قال لي يعني إذا تحبين، باسكو أنا كنت أشتغل بفندق بابل، وهم كانوا مساكني يشتغلوا بالمطعم ديال فندق بابل، المطعم الكبير. أي معروف. ولا كانوا يشتغلوا كل مرات بالأسبوع، لا والله ما أتذكر. وسوينا صورة جماعة يعني كنا. نعم. بعدين نشوف صورتي أنا يعني ما صدقت عيني، قلت لا مو صورتي، كنشوف صورتي. وخابرته وتكلمت معاه، المهم تكلم معايا مزيان الصراحة، تكلم معايا في الأول باحترام، وهذا أنا بالأول هو هذا لسانه لسانه دائما حلاوة، مثل ما عمل معايا، وبعدين من يأخذ الأمور اللي يريدها يبقى يسب وأعراض وكذا. نعم. والله العظيم أخي لطيف، أنا إنسانة مو يعني مو عندي عمر تاع مراهقة، أنا ما شاء الله عندي أطفالي كبار، عندي أطفالي، الله يبارك عندي بيهم. عندي الكبير في أطفالي عنده 29 سنة ما شاء الله، يعني مقد ابني. ولا يعني أنا مو صغيرة، أنا بس كنت أدخل للبيت ونشوف ونحلل، هو ما يهمه لا شيعي ولا سني ولا لا. والله العظيم يهمك يهمك يهم الدولار، يهمه بس الدولار. هو 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 إن شاء الله راح يودع، وما نشوف شكل الزفر بعد، ونرجع إلى مكان إلى مكان الأصلي ويتربى إن شاء الله يتربى. أوكي أخي، من كنت طولت عليك. الله يبارك بعمرك وبكل أهلنا في المغرب، وإذا أي شخص غلط في حقك من الحثالات اللي محسوبين على العراق، فأنا أخوك أبو عمر أعتذر نيابة عنك. يعني شكراً العفو. ما نريد واحد مثل هذا حثالة يشوه سمعة أي مرة إن كانت عراقية أو عربية لأجل الدولار. فتشرفنا بيك، وأحنا محبين للمغرب، ونعرف كل دول العربية تحبنا، وإن شاء الله نرجع ونعود أمة واحدة، تزورونا ونزوركم، ويرجع هذا البلد مضياف لكل العرب في العالم كله. تحياتي. إن شاء الله. تحياتي. والله العراق أول يعني اليوم. نعم. اللي إن شاء الله يتحرر من كل يعني كل اللي أدى العراق يتحرر، الناس كلها راح تروح، لأن العراق بصراحة بلد عظيم، فيه الأنبياء، فيه بزاف ديال، أنا زرت يعني ما نقدرش نحسبهم لك، سيدنا يونس زرت، مشيت للنجف للكربلاء، يعني زرت كل الأولياء زرتهم الأعظمية. احنا ما عندنا تفرقة أختي الكريمة، احنا بالعراق ما عندنا تفرقة، احنا كنا نزور، ماكو شيء اسمه شيعة، الحسين عليه السلام مو ملك للشيعة، الحسين ملك من آل البيت، آل البيت الرسول للمسلمين كلهم، هم سووه حاليا ديالهم. ايه بعد الله كريم، نتحرر العراق منها. الله كريم. أنا أشكر. أوكي شكراً. شكراً جزيلاً. شكراً. لطيف وميرسي. الله يبارك. ميرسي بوكو، بسلام أخويا، بسلام. كان.
كم أنت ناقص يا نونو ثلاجة اللي تحاول المتاجرة بأعراض العالم، وحتى الأخت العربية هما خلصت من عندك. كم أنت ناقص يا من تدعي الشرف والأخلاق، يا من تدعي تربيتك وتربيتك، وانت حتى أولاد الشوارع أشرف وأنظف وأطهر منك ومن كل اللي يدعموك حواليك. ألو نعم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا أخي؟ الله يسلمك، الله يبارك بعمرك، شكرا. تسمع لي أتكلم؟ أتفضل. بالنسبة للرئيس صدام حسين الله يرحمه. الله يرحمه، حياك الله أخوي. أمريكا نعم تفضل. أنت عمر المختار صوتي لا دا أسمعك تفضل. صوتي عمر المختار الله يرحمه، من عدمه الشعب ثار وراه. صح. بس صدام حسين من أمريكا لو يفتهمون، صدام حسين من عدمه لازم يثور الشعب. اتقاسموا الكعكة من أمريكا، قسمته أمريكا من حطت اسس طائفيه ما طلعت هي. لا هذه كانت دراسه معمول بيها قبل ما يدخلون العراق. نعم. بالنسبه لهذا الشعب، انا اخوك بالنسبه انطيك اياها، هذا الشعب نعم. مجرد خدم يا يجي يقول على اسف باختصار، مع الاسف لو امريكا هسه تجيب حكم، يعني عذرا حكم مال السعوديه لا تحطه بالعراق، هم يخدمونها ويمشون على الطريقه، وعذرا لهذا الكلام. نعم، شعب اللي هلا بيك هلا يا هو يجي. اي هذا تاخذ الشعب هذا بشغله وين. انا واسفي، يعني اسفي على الكويت، يعني شلون يعني تاخذون فلوس من العراق؟ يعني انتم حرب، انتم عرب تدعون عرب، شلون تاخذون فلوس من العراق؟ يعني انتم كعرب يعني تدعون العروبه، يعني شعب مين خالف العربي ما ياخذ من اخوه العربي يطيحها مثل ما يقول. واخوان انتم صح، افضل ما نجيب هذه السيره نبتعد عنها احنا مثل ما يقول. صح، بس احنا صح لو اني غلطان؟ لا صحيح. وكانوا مو هم اللي يصفقونهم المد الناصري والقابلة وهذا، يصفقون ورا صدام ورا هذا، وبعدين حرب ضد إيران، هاي أمور كلها هاي مفتوحة ومعروفة ترى. صحيح. ثاني شغلة زين، شين تدعمون الحكومة العراقية؟ ترى نعرف دعمتهم، ترى مو هذا، بس احنا نقول مهما كان أنا أريد بودي هسه اليمن ترجع ويا السعودية، والمغرب أقل لهم هم بيهم صراعات، أقل لهم أوقفوا، لأن أمريكا إذا اخترقت منا وعدنا منا إيران خطر علينا، فقل لهم قفلوا البوابات كلها، خلوها بس للعراق الساحة، لأن يعني العراق بس الساحة بالضبط، فخلوها الساحة. زين سؤالي، العراق اللي كان يحكم العالم 4 مرات، والعراق اللي حرر القدس 4 مرات، زين وين اليوم يعني؟ وبلد الأنبياء والصحابة، يعني العراق ماكو مثله، ملك العالم، ملك الساحة. النفسيات تغيرت أخويا، العراق عراق باقي، بس النفسيات والدخلاء يعني أصبحت هي الحاكمة المتحكمة بهذا الشعب. نعم. يعني هذه مصيبتنا. شوف أني يقولون علي طائفي وسب الشيعة، وتصور حضرتك شيعي زين؟ لا أخوي العزيز، لا اسمح لي أني ما عمري حكيت من أقول شيعة، أقول أخواننا الشيعة، إحنا كبرنا وتربينا وياهم، هذول أهل البلد، هذول معانا، هذول أخوان بالوطن بالدين بالإنسانية. أنا أتكلم عن هذه المراجع اللي بسببهم أهلنا الشيعة تفجيرهم وقتلهم وتهجيرهم، ولا أنا غلطان؟ أنا راح أتكلم، يعني تسمح لي أتكلم؟ هاي حقيقة واقعية. تفضل.
زمن صدام كان قومية عربية، هسه وطنية طائفية. زمن صدام كان شيعة وسنة تابعين للعراق، يعني حكومة هسه سنتها وشيعتها تابعة لإيران، يعني إيران جابتهم تدري الحكم بالغربية همس، يعني تعتبرهم كلهم إيرانيين، يعني الحكومة كلها وقعت على هذا. فإحنا رجل الدين، رجل الدين شيعي ولا سني نفس الشيء، لأن نفس الشيء ليه ما يخلوا، يعني ما يخلوا بالمنصب إذا ما يسافر الإيران ويختموا له. لا خلاص خلنا كده، ما يخدم العراق، ما يخدم بلده، يخدم إيران ذيوه، يعني ماكو فرق. إحنا نريد واحد، شنو فرقه؟ أنا ما لي أتعامل وياه، شو استفاد من أهم شيء العراق؟ أنا راح أدخل وياه بقبره لو أدخل وياه بهذا، أنا أهم شيء يخدمني العراق وأمشي كل الدول بيها شيعة وسنة ومسيح كل الدول ما عايشة والحمد لله ومشي بلدان ما لها شغل. ثاني شغلة هسه الوطنية جابوها، الوطنية ما كانت كلها، كانت الأمة العربية كلها فكرها يعني قومية، كانت كلها قومية عربية. تغيرت أمريكا، غيرت هذه الخارطة، يمكن ما عدا السعودية كانت يمكن حكمها وطني، ما أدري أتذكر على ما كانت هم مو ذاك الفكرة إذا تصحح لي هاي المعلومة. يقول لك يعني أنت من يقول لك واحد يقول لك أنت خافي يصير، يقول أنا فكري قومي، ومن القومي القومية شنو هي؟ قومية ممتدة للعربية. أمريكا تحب العنصرية، سني وشيعها ما تكلم بيها، أقول له قومية وهاي قومية عربية، لأن يعني هي تكره القومية ما تستفاد، السنة والشيعة تستفاد منها العنصرية إيران. أعطيك إياها معلومة، أخوك أنا دارس وفاهم وعارف. ما هو هذه الطريقة البريطانية، فرق تسد. أنت لما تريد تزرع الجهل وتخلي شعب يتقاتل، تحط الدين والمذهب بالنص، زين؟ يعني هم هذول البريطانيين صار لهم كم سنة، 800-900 سنة يتعاركون على إيرلندا الشمالية، دولة بروتستانت ودولة كاثوليك، يعني شيعة سنة مال المسيح، زين؟ ولحد الآن دي يتحاربون على إيرلندا الشمالية، هذا يقول ماتي وهذا يقول ماتي، ومخلين الشعب هناك نايم، واحد يقتل بالثاني، بالضبط اللي عندنا احنا بالعراق. احنا ممكن نشوف اخوي العزيز، ممكن نتعامل بوقت صدام نصير نفس الدول الباقية، نتعامل يعني شون يعني مثل ما يقول فت فلوس وننطي لإسرائيل وأمريكا ونعيش بسنة وما نضيع هذا الحكم، صح لو غلط؟ بس ما تسمح لنا غيرتنا وشرفنا وناموسنا، ما تسمح لنا، صح لو غلط؟ نعيش عادي نفس الدول الباقية، سواء إيران أو كل الدول كلها نفس النبض. ترى هي ماكو دين، ترى ماكو، كل الدين تختلف عن السياسة، السياسة بوحد والدين بوحد. الدين بالله هذا ما كان ما حد يتكلم به، هي أنا مرة الصور بالملكية أو هذا ما حد يتكلم بالإجت هذا، بس هي شنو؟ أنا سألت واحد، سألت يقول لي والله إحنا نريد نستفاد هاي خبستنا، وين نروح؟ ماكو بعد ماكو بهاي فرصتنا، يمتى نكضها إذا جانا غير حكم؟ وين نكضها إحنا؟ زين هذا ابو عثمان من سنه وذاك كله 3 مليارات وذاك 3 مليارات نفس الفرق، ايش حصلت انا؟ انا رجل سني او شيعي، انا مسلم، ايش حصلت انا؟ ما حصلش. صح لو قلت. زين انتم انا اهم جيت، انا انتم لكم فايده هاي، انتم يا العرب انتم الكلمه خالف، انتم لازم تلمون، ممكن انا اطلب من الجزائر تجي والمغرب تجي وكل الدول تجي، انتم شوفون العرب هسه صارت شوية حركة، مثل ما يقول إيران تتغاضى عنكم تقول هاي دول عربية، هي رتهمت أنا أتغاضى عن العراق، شوية صير لك نظرة وهيبة تطلون نظرة للعراق، تتبعد إيران. فأنتوا هاي الفكرة هم أنتوا مجرد والله هذا زعل، والله هذا مدري شلون، أنت تترجع العراق وبعدين أنتوا مثل ما إحنا لفظ مثل ما تفضلت عليه وحرمنا، إحنا راح نرد الجميل، وراح من راح نرجع العراق راح نرد لكم الجميل، ما راح ننسى. بالضبط، ما هو هذا اللي قاعد القادة العرب ما دا يفتهموا، أما بسبب جهلهم أو بسبب غايات سياسية معينة لهم أو بسبب ضغوطات غربية اللي هي حاطتهم حاميتهم يقولوا لهم لا تتدخلون. هذه الأمر واضح، ترى حتى الطفل بالشارع هسه قام يعرف هذه السياسة وشون تدار، لأن أصغر عراقي هسه أصبح أحسن محلل ويحلل بطريقة سياسية محترفة من أحسن محلل دارس دكتوراه في كل جامعات السياسة. صح
أنا أريد أسأل السعودية يعني أو دول الخليج، السعودية أنتوا خلتكم إيران حرب بين اليمن وهذا، تقدرون ترجعون وتعرفون بالعقد ترجعون اليمن وهذا وتنسونها، زين خلتكم بزمن صدام كانت الأمة العربية واقفة ماكو مشاكل بيناتها وماكو تلالف بيناتها، يعني إسرائيل منا مختار قوم على حدود القدس ومنا إيران، فمختار أنتم كل ما تتلمون شملكم أحسن للعراق، يعني العراق إذا صار راح ينحصر بين إيران وصدر حرب بين إيران والعراق، وشوف بعد يا هي معروفة بتاريخ هي بعد هاي صح وتتهن أمور أنا كيفكم أنتوا بعد. أنا أشكرك أخوي لأن كثير اتصالات قاعد تنتظر، وأشكر مداخلتك هذه، وإن شاء الله هم تبقى مع اتصال في الحلقات الجاية إن شاء الله. والله يحفظ العراق العظيم وإن شاء الله ترى قلوبنا، بس اكو ملفات ما تقبل، بس اقول لك اصبر، احنا 30 نصابري، احنا مو مثل ما يقول على جمر مثل ما يقول، بس كل ما صرت اصبر هي كلها ترى لعيون العراق مو لي يعني. انا ما حصل بجيبي ولا درهم وصيح اكو 30 سنه يا يسمعني ترى انا يا يسمعني من السنه ولا مش ياك ايش ما مستفاد، انا احكي لك اياها صح، انا رجل سني هم عمي ترى الناس كره فقرة وحق الله سنيها وشيعتها ومسيحها ويزيديها الناس كلها فقرة تريد تعيش في بلد آمن، بس هذولا ما دا يخلوهم ما دا يخلوهم يا أخي. صحيح، مو شنو هي المشكلة ما يخلونهم، يريد هو أقول لك بزمن صدام مو كانوا نفسهم هذول دعوة شيء وذكر مو كانوا ايش يسمونه يبوسون بقنادر ويكتلون نفسهم، هسه نفسهم ونفسهم بزمن الملكي وزفت راح لو كانوا ومعتدى الصلاة أهزم أبوه مو كان يصلي بالعظمية، ترى كلها هاي ندربية وأشياء هاي ندربية يعني صح، بس ساكتين خوي خليها ساكتة، ترى كلها ندربية كلها هاي سواء شعب العرب ترى من الجنوب كلها إذا تقعد يمنا يفتح لك ملفات هكذا الحاضر تعيش أخوي. ألف شكر ألف شكر. أنا الحس العراقي والصوت العراقي دائما ألو نعم ألو ألو نعم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أستاذ لطيف حبيبي أتفضل. يعني؟ ألف هلا بك ألف هلا أخوي حبيبي، وياك دكتور ميلاد من فرنسا. حياك الله أخوي دكتور ميلاد حبيبي الغالي. أنا والدي كان لواء طبيب بالجيش العراقي الباسل البطل بغداد ومدير مستشفى الرشيد العسكري. أوف. بزمن الرجال بزمن الرجال أيام الرجال أي أيام العراق الأصيل أيام العراق الأصيل عافية عليك بالضبط. فصراحة أنا شفت الحلقة مالتك بسط فهسه قاعد وشفت بث مباشر نعم، فقلت أسوي مداخلة ويا حضرتك أفضل. الموضوع هو يمكن أنا ما شفت الحلقة من البداية، بس الموضوع هو على بأنه العراق مسيطر عليه السفيرة الأمريكية وديجة الثانية العاهرة الثانية بلاسخارت هم الأمم المتحدة، فإحنا خلي رأسا نروح على لب الموضوع. أنا يعني حد دائما الزبدة أنطي الزبدة نعم. يعني هنا أنا فرنسا وبأوروبا بشكل عام خلي نقول بالعالم الغربي نعم، الفكرة الأساس هي محاربة الرجال أصحاب القيم والمبادئ والإيمان، يعني هم بشكل عام هذا العدو الرئيسي مالتهم. بعدين تجي طبعا أنت حطيت أصبعك على العلاج بالضبط، فعلا دكتور هو هذا بالضبط هو هذا هو هذا. يعني انت الثورة الفرنسية في فرنسا هي كانت ضد النظام الأبوي والرجولي، يعني ضد الملكية صح. زين ومن بعدها طبعا يسموهم عصر النورانيين، طبعا هي عصر الظلام لأنه الحروب اللي سووها من أيام الثورة الفرنسية اللي غيرت كل العالم وإلى الآن إذا تحسب الضحايا مالتها تطلع أضعاف أضعاف زمن الرجال اللي هو التاريخ، إذا نقرأ التاريخ صح. هو كانوا ملوك، تاريخ الملوك يعني هم الرجال كلهم. تدري أنت الرجل من يواجه رجل كل واحد يصير عنده مبادئ، يعني مثلا أعطيك على سبيل المثال صلاح الدين الأيوبي وريتشارد قلب الأسد، من كان يوقع مريض صلاح الدين الأيوبي
يبعث له دكتور قلب الاسد يوقف. اي يوقف صح، يوقف ينتظر هذا يصحى ويطلع على حيله يلا يسوون الحرب. والحق الصحيح يعني يسموه شرف الخصومه، شرف الخصومه، هذا شرف الخصومه. اكو احترام، اكو احترام يعني حتى بين الاعداء، اكو احترام واكو قيم بانه هذا ما يمس النسوان مال ذاك، ما يمس كبار السن ذوي احتياجات خاصه والى اخره. نعم. فالفكره هي بانه يعني انا شخصيا لقيت هنا محاربه مو طبيعيه. ليش؟ بسبب بسيط، بانه يعني كون عندي مبادئ، يعني بالحياه عندي مبادئ وصلف، يعني انا صالف وياهم، بس شنو ما يقدرون عليه؟ لاني لانه الحمد لله والشكر تعطيهم الحجه، تعطيهم الحجه بيدهم، اعطيهم الحجه، لانه دائما شكلهم اقول لهم انتم محتاجين الي الخدمتي والموهبتي والعلمي، انا ما محتاج لكم، انا صح. حر. فهم يغثون هاني دائما يعني احط ايدي على الجرح. فاني اعرف بانه بالعراق يعني على الرغم من كل اللي صار، لكن يبقى العراق، انا برايي هذا يعني الشخصي، يبقى العراق ارض الرجال وارض المبادئ يعني نعم. وارض الايمان، يعني مثل ما نقول الله اكبر، يعني الله اكبر من كل شيء. يعني هسه عايش قد امريكا وامريكا ويحجون والهوها سووها استغفر الله رب العالمين امريكا، شفنا العواصف من جدي والى الان، ها هسه كاليفورنيا ما ادري شنو، يعني خلي بالله يوقفون العواصف اللي تصير لهم. اذا من ترى امريكا نمر من ورق، صدقني نمر مورق، صدقني كلهم نمر مورق. اني الفكره مالتي اللي اريد اوصلها، نعم، مداخلتي استاذ لطيف، احنا بالعراق مشهوره شنو عندنا؟ المهن الحرفيه. نعم. زين، المهن الحرفيه، النجار، النحات، الحداد، عوائل هوايه تسمى كانت على شنو؟ على المهنه وعلى الحرفه. صحيح، الحرفه. ففكره اني اللي اريد اوصلها بالاخص للشباب اللي قاعدين يسمعوني، نعم، بأنه أنت ألزم مهنتك بعضلاتك، العضلات الله خلقها لك، والله طال الموهبة، القيادة، الموهبة والقيادة أستاذ لطيف، نعم، للرجال، فهي جايتنا، ترى الفلوس هي اخترعت فقط لتقسيم البشرية، يعني البشرية، نعم، البشرية وتحديدا الرجال. صح. أستاذ لطيف، هاي المواضيع كلها لازم ناخذها بعين الاعتبار، ما عداها بأنه هو المجتمع العالم الغربي بي يعني مختصر مفيد، هو عبارة عن دياثة ولواطة، وهذول حتى الجنس مع الأطفال عندهم شبكات يعني رهيبة، وخلي نقول القمار، المخدرات، اي شيء تنويم وتخدير الرجال يستخدموها. هم يخافون من الرجال من ينهضون، لان يعرفون بس ينهضون الرجال يعرفون هاي القشمريات اللي يسووها، هم نمر مورق مثل ما قلت هم. صح. واللي تمثل النمر مورق هي امريكا اللي. صح. هي لا شيء، بالضبط نمر مورق فعلا، هي لا شيء، بس مكبرين حجمها. اول ناس احنا بالشرق الاوسط، عافية، وانت من تكبر حجمها، وهم هاي اللي يحبون عليها، هاي من يذبوني الإشاعاني هنا، لاحظت هذا الشيء، مثلا يذبوا لك إشاعة تتجي والناس تحجي بها بعد شهر الصير، أو مثلا بعد شهرين الصير، وهكذا ويذبون الإشاعة. فنفس الشيء صار بالعراق، يعني ما صار بالعراق، خلينا نقول من الدستور ومغير الدستور، الحرب بالعراق كانت حرب إعلامية، يعني خلينا نقول شايف أنت زيلينسكي هذا أبو أوكرانيا، زيلينسكي هذا يطلع بالحفاظة زين ويقول فلاديمير بوتين راح يهاجمني، راح أسوي يعني أسويه عليه، يعني أخري تحتي، خلينا نقول فد مرة مباشرة زين. أي يعني هذا المهرج سووه بطل الأبطال وصوروه، وشوف الحرب الإعلامية، والرئيس صدام إذا كنا نتفق أو ما نتفق وياه زين، بس هو رجل، واللي وياه يعني اللي راحوا المسقط الإعدام همين رجال، يعني هم ما حد ينكر هذا، ما حد ينكر عاشوا مبادئ
ويعني بقوا عليه وانعدموا عليه، ما تخلوا عن المبدأ، ما تخلوا عن المبدأ. شو اسمها يعني، إذا نعرف تعريف المرجلة فهو بالضبط هذا الشيء، يعني المحكمة هي المرجلة. فأنا داريد أربطها مع زيلينسكي، يعني صدام الرئيس صدام الله يرحمه رادوا يتقصون من شخصيته بهاي ما طلعوا اللحية مالته يوم الجنود، ما قدروا ونكشوا ما قدروا، هو قلبها عليهم وقلب السحر على الساحر بالمحكمة. صح. طبعا صح. بس أنا الفكرة مالته بأن هم رادوا يتقصون من عنده، يعني أنا الفكرة مالتي اللي أريد أوصلها هي الحرب الإعلامية، يعني أنت شخصية مثل صدام يريدك يريد ينتقص من عندها، ونفس شخصية مثل هذا مدمن المخدرات المهرج زيلينسكي يسويه بطل، يعني حتى الجمهور يفتهم شنو خطورة الحرب الإعلامية. فأنت خليك خارج الصندوق، خليك خارج الصندوق. والش اسمه التهمة الموجهة للرجال وتحديدا في العالم الغربي، وهذا يعني خلينا نقول رسالة لكل الشباب اللي دي يسمعونا هسه حاليا بالأخص اللي عايشين بالعالم الغربي. نعم. التهمة الموجهة لنا هي العنف، العنف. نعم. فقط. فأنت خليك ريلاكس، يعني خليك هادي، دهري دهري، احنا نقول هذا المصطلح دهري، خليك دهري. هي البور مالتنا، البور مالتنا، السلطة إلنا، فخليك دهري. هم يريدون يستفزوك، يريدون يعصبوك على مود حتى ترفع صوتك، يقولون ها شوفوا هذا عدي. بالضبط. بس هاي اللعبة مالتهم، ما عندهم غيره، ما عندهم. بالضبط. يعني هاي وانا جربتها، وانا جربتها يعني لان قلت لا لهم، هاي صار 32 سنة ستيتلس. بالضبط بالضبط. انا الى الان همين، انا ما مستلم الجنسية الفرنسية، انا ما مستلم. نعم. وجنت همين باسبانيا قبل، همين ما استلمت، لانه دائما دا اقول الحقيقه، يعني دائما احكي الحقيقه، اقولهم انتم هم ما يحبون هيك واحد، ما يحبون هيك واحد، ما يحبون، ما يحبون. اقولهم انتم نسويات، انتم تنتقصون من الرجال، انتم تخلثون المجتمع، انتم العدو مالتكم العائله، العدو مالتكم الرجال. انت تعرف يعني بالعراق احنا النظام العشائري عندنا كلش قوي، فانت صح. من دخلوا العراق ترى ضربوا عصابير بحجر واحد، يعني ما عدا الاثار مالتك اللي باقوها، ما عدا المواقع الأثرية اللي دمروها، تاريخنا اللي دمروه، ما عدا الضحايا الشهداء اللي راحوا كلهم. زين يعني العائلة يريدون تفكيك العائلة. عافية عافية، تفكيك العائلة أصلا هو الحرب مالتهم، ترى حتى ضد رب العالمين، يعني إذا تتعمق بيها ترى حتى ضد رب العالمين، لأنه قوة الله بالأرض هي الرجال، يعني صراحة. وأنت إذا حتى إذا تأخذ التاريخ هسه شوية نقلب التاريخ ما قبل الثورة الفرنسية، يعني لأنه غيرت هواية بالعالم. نعم. ترى كلها كانت تاريخ رجال، يعني هذا اللي ينهضب هاي الأمة، وهذا اللي ينهضب ذيك الأمة، وهذا التاريخ. يعني حتى إذا نقول ما قبل الإسلام وما قبل المسيحية وبالعراق القديم والإمبراطورية القديمة كلها كانت ملوك أستاذ نظيم. صحيح. يعني صحيح. هاي هو الماضي، هو راح يكون الحاضر إن شاء الله قريبا جدا. آمين. وهو المستقبل، وإلى آخر يوم في هذا الزمان أو إلى آخر الزمان يبقى القدرة للرجال، لأنه أنت بتحكي لك أنت الرجل، حتى إذا يكون رئيس زعيم مافيا، حتى زعيم مافيا من يلتقي مع زعيم مافيا آخر، شوفهم عندهم مبادئ، يعني من يقاتلون ما يدخلون لا نساء ولا أطفال ولا أعراض ولا كل شيء. صح. بالضبط. وجه اللي وجه يوقف وجهك، أوكي تعال خلنا نتعارك للنهاية، اقتل جماعتي وانا اقتل جماعتك، خلي صفي واحد الثاني. صح. هي الفكره، يعني لا اكثر ولا اقل. بالضبط. فتحياتي حبيبي، انا اشكرك دكتور على مداخلتك الجميله هذه، وان شاء الله هم تبقى على اتصال معانا توعيه هذا الناس المجتمع وخاصه الشباب، حتى يعرفون شنو معنى الرجوله. الشباب ان شاء أكيد الله. أكيد. شكرا. أكيد. شكرا دكتور. أكيد. حبيبي. حبيبي. مع السلامه. مع السلامه.
الو نعم. مرحبا استاذ، شلون صحة؟ حياك الله اخوي، تفضل. شلون صحتك؟ بس يعني الجواب على السؤال اللي طرحته انه منو جاي يحكم البلد؟ نعم. طبعا هي معروفة، يعني هي مليون بالمية وما يراد لها اي نقاش. ايران. صح. وايران اكيد هي ايران شخصيا، ماكو ايراني حاكم العراق حاليا، بس هم حاطين اداه هم يقودوها مثل المحبس، يعني حاطينها مثل المحبس، وهو معروف ايه الله العظمى اسد ثاني. طبعا ما حد يقدر ينكر هذا الشيء. صح. واللي يقول لا اكيد هذا يكون موالي له. لا ما هو شوف اخوي اقطع كلامك بخير، دائما ايران ومن الامبراطوريه الفارسيه اللي كانوا هم بيها نهائيا ما يقاتلون برجالهم، دائما شي يسوون امراء فارس يسموهم يوزعوهم على الدول، فدائما يقاتلون بغير شعوب مو بشعوبهم. مثل انت تحكي مثل مثل حركه الموساد نفس الشيء، جواسيسهم هم اسرائيليين ولا يهود، هم كلهم من البلدان اللي جاي يوظفوها. بالضبط. فهي نفس الفكره. صح. لأن يقول لك ليش أنطي أحد من شعبي، لأن إحنا قليلين، فأجيب إنسان أموله ماديا هو مفتقر لهذا الشيء. صح. هو يكون من ذاك الطين، يعرف كل معلومات عن البلد اللي ولد فيه، وبنفس الوقت إذا راح شلون يقول لك يعني we don't care، شلون يعني ما راح نخسر أي شيء من جيبنا صراحة. هي هاي المشكلة، يعني لحد الآن أكو ناس لحد الآن من يقولون يابا هي إيران والمرجعية. أنا قبل شوي أكو بث مال هذا فرس النهر قلت نفس الكلمة، دائما أقول نفس الكلمة، وأشوف ما شاء الله كمية المعارضة بشكل مو طبيعي. أنت يعني حتى أنا سمعت جزء من عنده من قال أنا حكيت على الكل، وأي أتحدى إذا يفتح كلمة على السستاني. يلا خلي يقول والله والله. أي أنت تحكي قبل ما يقول هاي الكلمة سوالي ميوت هو. طبعا هو من قال أنا حكيت على الكل، أنا بس ردف واحد يفتح لي ميوت. ايه. أنا بس يدفتين مرة قلت له أول البحر، قلت له ها أول البحر، كتبت له يعني بالفم المليان أنت رجال اذكر السستاني. بالضبط. فرأس قال لي أنت شخص تريد ينحكي عليك. ونزلت علي المسابات وأبدأ فيها وما أقدر. أنا دا أقول لك أنا اتصل بي يقول لي أنا ما أقدر أحكي على السستاني لأن المتابعين ماتي، وأنا ما أريد أخسر متابعين. يعني هو شغلة مو شغلة دين أو عراق أو مذهب، شغلة فلوس، متابعين جماعة السبتة تنقاني، ولهذا نام براسهم، يستاهلون فعلا يستاهلون، خليهم هو راح يودع. anyway راح يودع هو. طبعاً قناة اليوتيوب مالته يعني هي بلشت على الانقراض، يعني مو أنا أقول لك أنا مو مثل أهرج، أنا أمشي بالقانون. هو خطأ كبير، هو يعرف، ومدير قناتي دزل رسالة اليوم هم قلت أنا دائما أستعمل شرف الخصومة، قلت له المدير القناة، قال أنا راح يعني المحامي وكذا هذه، قلت له دز له رسالة فهم مخاطر اللي أمله، إذا ما كذا خلي المحامي يشوف، والله راح يمسحوه، فخلي نشوف المدير القناة الطاف 48 ساعة، وخلي نشوف إذا بقى متحجر راسه خلي يودع جمهوره بعد ما بيها مجال. طيب أنا بس راح أسألك سؤال وأسأل كل المتابعين، وأتمنى الجواب يكون يعني مختصر مفيد. نعم. أتمنى اللي يجي بالقوة شلون الزيحة تأخذه بالقوة. عافية. اللي يجي بالدم شلون الزيحة بالدم. أبوك الله يرحمه صدام جاب بالقوة، من زاح بالقوة. إلا أجبتي أبي لو الله نازل صدام ما يطلع من الحكم، لو مو أمريكا جابته. استغفر الله، الله أوفى سبحانه وتعالى، قول أي شيء بس يعني أي نعم نعم دافتن. بس إحنا هاي العراقيين هاي شغلتنا، هاي هذا واقع. هذول اللي جابوهم هسه هذول ما يطلعون إلا بالقوة، وحكيناها من زمان.
بس شو نسوي؟ أما تقول لي أنت ما والله كل الكلام اللي جاي تقوله هو أنا أحكيه بس أنت تسبقني صراحة. أنت قلتها مرة النزارة فندي إنه جاي تجي في هاي النظام هذا هسه حاليا هو الفاسد بالانتخابات. طيب إحنا وين قاعدين؟ النرويج. أيوة عبالة سويسرا. وين طلع الانتخابات؟ عبالة سويسرا. يعني ما دعت يعني شخص تحكي وياه تقول له يابا أنت خطأ. يجي يهدم بيتك عليك ويقتل افراد عائلتك. زين انا شلون راح اقرع بالانتخابات يطلع هو الانتخابات بالامريكا مزور يا اخي. شلون يا اخي هو هذا بيستعمل هذه التعابير وهذه كذا. عايش اللقطه تتذكر اول ما بدا احنا ماخذيه واحنا ماخذيه بعدين شويه بدا يعرف الحقيقه قال يعني احنا سوينا اللي علينا صارت ما صارت شوف التبديل اللي صار لان صار كلامه. طبعا احنا حنجيب شوي مواضيع صار كلامه هواء في شبك. يعني انا ما ادري افتهم انت ايش اي واحد يجيب لك فضيحه على اعراض تكيف لها وتقول هذا امبراطور وهذا ملك البث. طيب واحد حد من يجي الحقيقة مثلي ويقول لك منه سبب دمار العراق سوي البلاك. زين انت معناته انت جاي تطلع قناتك على الفضيحة وانت معناته انه شخص تحب الفضيحة. طب ليش يا اخي؟ طيب اليوم انا كنت اتكلم مع شخص احد اعلام العراق في الفن انسان محترم وقع في خطأ. ها تقدر تذكر اسمه؟ ان شاء الله راح يكون معانا. زين شخص بتلون هذاك فرس النهر الشخص ما يعرفه ولا له شغل. زين باي طريقه شلون ما لعب اللعبه معايا لعب مع هذا الشخص المحترم اللي هو احد اعلام العراق فنيا انسان هاي ليفل. زين وانا عاتبته قال لي والله يا ابو عمر هذا اللي حصل. قلت له نفس الفيلم اللي صار وياي. فهذا شي يسوي هذا شي يسوي يحب يذب طعم ويجيك بلسان حلو اخويا وكذا كذا كذا واستاذي العزيز وهذه يجيبك من اخذ شي منك يقوم يساومك بعدين من مطيته انت صرت فضيحة. زين من أسس هذه قناته لليوم طلع شيء ذاك اليوم ابن عم صدام معايا والله أتحداك أتحداك إذا هذا ابن عم صدام وإذا أتحدى أي واحد صعد ويا يثبت كلمة من كلامه حكي خرط. أنا هم أقدر هو أنت شايفه دائما يقول أنا تكلمت معاهم قبل البث يعني محضر. صحيح. محضر أنا أنت قاعد تتصلون بث مباشر لا متصل بأحد ولا بحضرتك ولا بأي واحد. زين أنا هم أقدر من خلال الأرقام اللي متواجدة عندي هنا تعالوا يابا أريد اليوم نحكي كذا 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 ونقعد نسوي قصص. زين بس هذه طريقة الجبناء وطريقة الناس اللي ما عندهم حجة. بس إن شاء الله راح يودع نخلص من شكله. زين ومثل ما يقولون هذا واحد من الفقاعات اللي تعلمنا عليهم بهذه الصفحات. تفضل كمل أخويا. طيب آسف على المقاطعة. هل من المعقول شخص غير شجاع يقود شجعان؟ هل من المعقول يا أخي يعني هو ما داير بيته ابنه مجرم تاجر سلاح. لا أنا حطيت اللينك حتى لحد يقول لي هذا تلفق عليه. حطيت اللينك. ما شفت اللينك صراحة. أدور على اللينك أنا بدأ أشوف. ادخل على الش اسمه على الكوميونتي راح أشوف يعني بالصفحات موجودة اللينك والإجرام ماله. أنا مو صحيفة أمريكية جبت اللينك حطيته. تفضل هذا اللي يريد يقود العراق اللي ما يعرف يقود بيته وشغلي مع ابنه ماشي هنا أنا. بس احنا ما نحكي اللي يشتغل ما يقول أنا سويت وابنه صار جراندايزر بالتعليقات عود يعني دي يستهزئ. يلا تعالوا مو أني يعني تعبت من الانتظار. لا تخاف حبيبي انت
لا تخاف هذول هنا خلقهم طويل وده يعرفون انت وين تروح وين تجي، لان هنا القانون من تودي واحد للمحكمه يعني حتى الشرطه من تودي واحد للمحكمه ما يقدرون يوصلوه للمحكمه الا لكل الادله، لان اذا طلع بريء يقدر يقاضي الشرطه زين. فالشرطه هنا والمخابرات هنا الداخليه ومكافحه الاجرام والتجسس هذول خلقهم طويل، يروحون يتحرون يشوفوا يصوروا كملوا خلص الفايل تعال ابويا اهلا وسهلا تعال ابن فرس النهر اليوم لنسويك ثعلب تعال قعد هنا أنا. هذا مو انت هذا مو انت هذا مو انت هذا مو انت حتى يعني خلاني انا ما اطعن بالظهر هذا فرس النهر راح يجو يعني الأمن الداخلي وكل هذا اللي في أمريكا راح يجوا ويحققون معاه زين، وراح نشوف النتيجة. أنا دائما صبري طويل يعني أنا مو يضربني واحد راجدي أضربه براجدي أقول له روح، بس من قرصة قرصة مات مال قبر. مو هي المشكلة جاي وعد العراقيين اللي داخل العراق هاي ده أنا لا تابع كلامه ودائما يعني أحلل ملامح وجهه ويعني قارن صراحة شخصيتك وشخصيته. أنت تقولها بصراحة تقول الله يرحم صدام وذات ست بدون أي خوف بدون أي تردد بالكلام. ليش خاف؟ الشخص المقابل هذا هذا رئيسنا يعني أنا كنت معارض إيه بس هذا رئيسي هذا رئيسي. أنا شخصيا عادم أحد من عشيرتنا طبعا الان حق يعني هاي معلومه ما قايلها قبل. نعم. عادم احد من عشيرتنا لكون الله يرحمه. انا اقول هي ويعني يعني بالفم المليان انا اسمي نورس نورس البصراوي عايش بامريكا حياك الله اخوي صدام خلوا هاي الحثاله اللي بالحكومه وامثال نزار خلونا نترحم على صدام حسين. ليش؟ لأن صدام أنا عندي ميزة شخص الشغلة واحدة أنا أفتخر بيها أو يعني يعني أحب إنه تكون عندي موجودة عندي. شخص يطلع على حبل المشنقة يضحك ولا يهتم. أنا دا أقول لك أنا دا أقول لك. ما يعني. من دول الحكم أسندار نفسي ده نزار هسه لو خلي جماعة الشرطة الأمريكية تدق عليه الباب. وتجيب له ورقة اعتقال على سبب معين وحق ربك رأسا يطرح تعرف شنو يطرح؟ مو هي هاي المشكلة انتو جاي تحكون على حقبة راحوا رجالها ماتوا فماكو دليل ملموس. لا 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 وين كنت من كانوا عايشين كانوا يدقوا يرقص لهم مو هي هاي المصيبة. أنا قلتها الباحة قلتها تقريبا سبني زين بدأ أفتهم أكو ناس جاي أنت تقول كل الموجودين يعني موافقيني مو طبعا أنت اللي ما يوافقك لسوي لبلاك يعني هاي ترى أكو شغلة يعني تناقض فيها. أخ نورس الأخ هنا أنا دي يسألني ليش ما أطلع على القنوات الفضائية لأن علي أنا يعني دي يسألوني ليش ما أطلع. طلعت أقول لك لا أم ولا أخذ يعني بدأ يعني أنا طلعت على كل قنوات أوروبا وأمريكا وأستراليا وما خليت قناة بـ7000 مقابلة عندي ولا واحد فتح حلقة. قناة عربية طلعت ما خلوا لي لا أم ولا عرض ولا أب. شو تريدني شلون أطلع؟ ما هي هاي المشكلة الشخصية العربية بالشرق الأوسط إذا ما عنده أي يعني ما يعرفون يتحاورون صراحة مثل نزار وربعة وإذا ما عنده فد دليل أو ما عنده فد جواب يردك به رأساً عرضك أمك زين ليش ما دافتهم ليش زين ليش هل هذا راح هسا أنت حكيت على صدام وصدام حقوبته راح صارها 23 سنة هل البلد راح يرجع؟ إحنا نعرف صدام وإجرامه هل البلد راح يرجع؟ كل هاي الفيديوهات اللي سمعني أستاذ نعم نعم ده أسمعك أخوي أنا يعني تاركك تتحدث ثق بالله ثق بالله أنا هاي الفيديوهات اللي جاي هو يعرضها أنا أقل شيء قبل 10 سنين شايفها يعني تقتنع أكو ناس لحد الآن ما تعرف أخوي هاي الفيديوهات بشكل نورس أخوي نورس أنا شفت شغلة قديمة صارت شفت وحدة من الغنابل مالته
القنبلة مالته شنو؟ هاي الغنابة دمرني بيها. إيه هذا القنبلة شنو اللي جابها واتفق مع واحد على مود يحكيها؟ هذا القنبلة. هذا الواحد أنا يمكن هذول أعرفهم كلهم. ما أعرفه وايسا واحد من هذول أبو علي وما أعرف من هذول أبو المخابرات. أبو علي هو جان هو أبو علي جان كاشير مع المخابرات. أشو طلع يعرف إيه. الصغيرة والكبيرة. ما أنا خل أشرح لك القنبلة اللي قالها. قال عدي وقصي ومسؤول ثاني راحوا إلى إيران. تتذكر هاي القصة؟ صحيح. هذه القصة حكاها قبل كم أسبوع. أقول لك عام 2021 هذه نشرت في مقالة على صفحة أخبارية اسمها IQ. راحوا قروها ألفوها والمترجم اللي كان مع الوفد الإيراني اللي ترجم بين عدي وقصي حسب الدعاء هو هذا الموسوي اللي يطلع على القنوات العربية. كان في سفارة إيران في الجزائر وطردوه لأنه كان ينشر التشيع الصفوي. زين أمير الموسوي. زين هذا اتكلمها 2021 فرس النهار قال لك هذه غنبلة. تعالوا فلان ابن فلان اقرأ هذه اليوم اطلع بث مباشر معايا وسويها غنبلة على أساس يعني فد انتصار فد مشروع سوى هو للعراق. هسه راح الإيران ما راح الإيران الناس ماتوا أكثر ما قتل أبويا وأقول الله يرحمه ما طول مات هو وربه يتجازه. الغفران والاعتذار والسماح صفة فرسان بس مو كل واحد يقدر يصير فارس. صحيح. فأخويا نورس عندك كلام ثاني لأن اتصالات هواية ونريد نختم بعد. أنا بس بصراحة يعني كثير كلام دماغي بس تشوش الأفكار يعني هي بس نقطة أخيرة صراحة. اتفضل. أنا بس يعني دائما هذول اللي يطلعون حاليا هسه ويحشون على النظام السابق واللي يسموه بالنظام المقبور على عيني وراسي يلا قبور ورئيسه كان بالحفرة. طيب إذا أنتوا رجال وكنتوا تقولون كنا نقدر نغير الحكم يقولون طبعا ترى ماكو دليل على كلامهم. طيب هاي الحكومه هي اضعف من الحكومه السابقه ملايين المرات. طيب ليش ما تغيروها؟ هاي بس سؤالي ليش ما تغيرون هذا الحكم؟ زين انا عندي انا عندي سؤال لك. صار لنا شقد بالبث راح ندخل ساعه ونص. زين انا اول ما طلعت هاي راسن سمعت اي واحد من دوله جماعه المزرعه خابروا والخط مفتوح ودا أرد ما أعرف من الدي خابر دا أرد على أي واحد خابروا راونا مراجلكم حتى نعرف شلون نرد عليكم وعلى تلفيقاتكم على قصصكم. تعرف ليش؟ نعم أقول لك ليش ما يخابرون. نعم لأن أنت علاقتك بالنظام أو علاقتك قسم أفراد أو من العائلة الحاكمة أقرب من هذا الأفندي فأنت عندك دليل عندك معلومات أكثر أكيد. لأن نزار هو شنو كان يسوي؟ هو بس كان يغني ترى. نعم. فلذلك من يخابرك أنت تقدر تقولهم هاي المعلومة خطأ أو صح. لا بس هم يمشون كل شيء يمشي عليه. لا هو مو كل شيء يمشي عليه. أنت شايف هم من هو هم ترى 5-6 مو أكثر نفسهم ويعيد يسقل بيهم يخابروا ما عدا غيرهم. أكو منهم ترى ما قام يتصلون بعد لأن يعني أنا أهلي نقعد يعني مرات يطلعون فد معلومات أمي من والدتي يعني من يمها تقول هاي غلط المعلومة. يعني أنا كان جدي عقيل بالجيش القديم. نعم. فتقول إحنا هاي المعلومات أكو غلط بيها بس المشكلة الجيل الجديد جاي يصدقها. إيه عافية نزار أنت بطل أنت غايدنا يابا يا غايد على كيفك. افهموا الحقيقة. أي تصور فرس النهر يلبس زيتوني يلا اذا يعني هذا غائب يا اخي والله دا اقول لك والله العظيم العميد اللي كان هو يشتغل مراسل عنده العميد الطائي هو دا يسمعني هسه قال كان مراسل عندي يغسل جواريبي ويصبغ لي فستالي يريد يقود العراق. زين هذا شلون يقود
هذا الشجعان شخص غير شجاع، هاي معروفة. يعني أنا واحد من الناس إذا أشوف قائد غير شجاع شلون أمشي وراه؟ وتاريخي وتاريخي سأريد أعرف تاريخك شنو هي. هو قالها اليوم هم اللي قالها صراحة، مو هو دائما أنا من أفوت على البث، أنا من أكثر الناس اللي أنا أكون محايد، أنا صراحة لا دافع لك ولا دافع لك، أنا أي بالنص أريد فد حل. أنت قلتها مرة من المرات وطلعت مرة قلت خلاص العراق انتهى، ما يصير براس خير. ليش؟ خلاص أنت لشوف الحقائق ببالك وجاي يشوف الشعب جاي ينقاد يعني بأبسط الطرق. يعني هي ترى أمريكا شغلة واحدة قدرت بها العراق، شغلة واحدة بس، النفط. قالت لنبوق نفط ما يفيد بها الشعب، يا باقتصاد نفقرهم يأكلون حص ورمل ما يفيد وياهم. طيب شنجي صدام هم ما يفيد وياهم، ماكو غير الطائفية ذات سيت دمر العراق بالضبط. هي الطائفية ما قدروا بيها وبقى صدام، لأن صدام كان قاضي عليها وهذا الشيء. لا ما كان أكو، لا ما نهائيا ما كان أكو. أول الله وكيلك، أنا مش تعرف شنو سني وشيعي، أنا مش تعرف نفسي أنا كاثوليكي إلا بعد 2003 قلت لهم يعني شنو قال لي كاثوليكي تم شنو هاي، والله ما أعرف. صحيح. أنا شخص مسيحي. صح. أنا شخص مسيحي مصراوي. يعني حتى بالمدارس بق، يعني أول ابتدائي أنا عبالي قالت لي المدرسة هي إسلامية تقول لي أنت شنو، قلت لها والله ما أعرف، والله ما أدري. بس هي لعبوا على هذا يعني الوتر الطائفي، هاي المشكلة. مع الأسف والله. أنا هسه العالم اللي يصدقوني بهذا المزيف السستاني قاعد بالغرفة وقافوا علي الباب، والله يقول لك ما يقدر يطلع لي أكو عمارة بصفد يا قناص ناري. أي أي شوف هذا الفيلم، أي صدق قناص قدامي. أنا هذا صاحبي يعني بالداخلية موجود، قال لي هيك يعني صاحبي بالداخلية كبير عقاني يقول لي نورس إيمو كعمارة بصفة بها قناص إيراني. قلت له صدقتوا شنتوا؟ دروح الإزمان. قلت له عاد العراق، لا وين هيبة العراق؟ وين هيبة الجيش؟ وين هيبة الدولة؟ فيا أخي والله افتهموا افتهموا، العراق ما يصير برأس خير إذا مو هاي الحكومة تطلع بالقوة خلاص. بالضبط. لا انتخابات ولا يقشمر عليكم هذا الأفندي نزار ولا أبو علي. أبو علي يقول لي والله جسست جندد 12 واحد، جاب لي معلومات لطيف على كيفك. هاي شنو؟ هاي شنو؟ أولي يعني يعني سيادة المستشار القاء القبض ماله طلع صدق، هاي من راحة المركز الشرطة وهذه. هسه أنا هم عندي ترى جماعة بالعراق، ترى أسهل شيء يجيبون معلومات شخص، أسهل شيء بالعراق. بالضبط. تباح. بالفلوس كل شيء يسوي. عافية، أنا هسه أقدر أجلس 500 دولار للعراق أقول لهم جيبوا لي معلومات فلان، تجي لي إياها أدق يعني التفاصيل. أدق التفاصيل. صح. فأبو علي من حاجي هذا نزار جبت لك التقرير مال لطيف، أسوي إذا جبت يعني عشان حل العراق مثلا. يلا جيبه وعرضه. أنا دا أقول لك، وإذا ما تريد تعرضه دز لي أنا عرضه. يعني أنا عرضه. أسماء الله يخليهم والله يرحمها خواتك. زين أنا ما لعبت، أنا شعلي بأخت لطيف. أنا شعلي. ألف رحمة على والدك. أنت شلك شغلة. أنت وياي أهلي ليش؟ أنا ياهو مالتي برغة تطلع مصلخة بالمايو. أنا ياهو مالتي. مو شغلة. هل البلد هذا رغد راحت مرغد مرة؟ إيش ما تكون مرة؟ صح. أنا انطيني رجال أواجهه. هسا انتم مو تقولون والله المسيحيين فقرة ومغلوب عليه امورهم، انا حبيبي مسيحي تعال واجهني. انت شنو عوف ديانتي عمي؟ انا رجال تعال واجهني، مو هي هاي المشكله. تواجه هسا بالفيسبوك نفس الشيء، تواجه العالم بالحقيقه، ينزلون على امك وعرضك وجرب. هو هذه لغه الضعفاء غير زين. ليش هو هذا الشعب ما شو اسمه غالبيته جاهل، والجاهل ما يعرف يرد فيستخدم هذه اللغة، أو يعني أبسط منها ماكو. أنا أعطيك الحل حتى تحل مشكلة البلد، تقولي لا أمك. يا أخي أنت واحد طالع يسوي لك بث، بس واحد يحكي وياه رأساً يقول له أي روح اسأل أمك، روح اسأل أختك، روح ما عافية. راح قال له يعني واحد سأله قال له كم كاسيت عندك، يقول له والله روح اسأل أمك جمع عليك. زين ليش؟ زين ليش ما لافتم يعني سالفة انتهاك الأعراض ليش تحجون بيها بالعراقيين بالأخص؟ ليش؟ للأسف. يعني أنا يعني شنو الموضوع بهذا؟ أنتوا عندكم مشكلة سياسية، مشكلة بلد. صح. الأعراض شو عليها؟ كل حكاية روح أسأل أمك، ابن الرفيقة، ابن مو أنت أول الناس تتغني لهم.
أنا حتى سموني ابن الرفيقة بالبث مالته. هو أنا أصلاً أنا حالي شخصياً ما فايت فرقة حزبية بحياتي، والله ما فايتها. أعرف يا أبي والله أخي، هذول هي هاي التهم جاهزة هسه بعد صدامي بعثي لي أنت خلاص، وهذه حمينا عرضك وحمينا ما أعرف شنو هالسوالف التعبانة. فأختمها يا عراقيين، الكل واحد شريف، كل واحد رجال، ما يفيد العراق إلا التغيير من شعبه، وما يفيد هاي الحكومة تطلع إلا بالشلاليق وبالدم وبالقوة. خلاص بالضبط، ماني وعد من عندي. قوة شريفة، قوة شريفة بعيد عن الدين، بدون ما تغدر أنا أول واحد أشارك بيها وسقط هذا النظام. حياك الله أخوي، حياك الله والله. وأنا اسمي نورس البصراوي، وخلي يفوتون علي وبأمريكا بعد شنطيهم، بعدك تنطيهم عنوان بيتي. عمي ذاك قوة شريفة أنا أشارك بيها وسقط هذا النظام. الله يسلمك وخلي أخوي. الله يسلمك. منو ما يسويها؟ الله يسلمك حبيبي، ألف شكر، تحياتي. وأنا أشكرك والله، عندي مجال يعني أكثر من اللزوم، بس تحملوني والله، لأن أنا صراحة عندي غير منفذ أحكي بيه. الله يحفظك، قناتك يعني ألف هلالي. الحقيقة دائما اللي يحكي الحقيقة يعني لصم على حلقه، وهي معروفة. صحيح، والله صحيح. وأتمنى لك كل الموفقية. الله يسلمك. وتحياتي للجميع. تحياتي لك أخنا، الله يخليك. والله يحفظ بلدنا، مع السلامة. شكرا. هذا آخر اتصال، راح نستلمه ونشوف. ألو نعم. ألو نعم، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام يا أخ أبو عمر. أي تفضل. يعني أنا بس عندي مداخلة. نعم. جاي التصديق من موبايل ابني، لأن جاي أشوفك على الموبايل ماتي. نعم تفضل. على البث المباشر. تفضل. أنا بس عندي يعني أنت تقول على تزييف الحقائق يعني اللي عن صدام حسين. اي تفضل. عن لان تقول هذا شو اسمه نزار مزرعه. نعم. انا بس اريد اقول شغله، يعني هو التاريخ يعني يا ابو عمر، تاريخ من يومه يعني زيف. يعني اسرع انطيك ابسط مثل، اذا نعم. اثنين اتطلقوا صار طلاق بيناتهم. الف بس تصير. الف رحمه على والديك. يعني هاي شيء معروف، يعني هي تقول شيء والزوج او الطليق يقول شيء ثاني. نعم. فما بالك بتاريخ يعني عن صدام او عن اي شخص او عن حضرتك انت او اي يعني اي واحد، يعني اذا يصير خلاف لابد يصير التزييف بالحقائق. يعني انا بصراحه التاريخ ما اثق به. انا لو كنت حضرتك متابعني قبل سنتين. نعم. قلت أنا ما أؤمن بأي كتاب يقول أنا تاريخي، لأن دائما المنتصر من يكتب التاريخ. طبعا أكيد صح. أكيد. اتفضل كمل. الله يخليك. يعني أنا يعني أقول يعني نضيتك مثل عن إذا اثنين اتطلقوا. صح. يعني هم يعني تلاقيهم عايشين سنين، بس خلي يصير هذا الطلاق، حرب أهلية، راح يشوف يصير نشر الغسيل. يعني هو ينشر وهي تنشر. يعني بالضبط. يعني فهذا التاريخ يعني إذا نزار أو غيره. يعني أنا متابعك طبعا من أعتقد من 2020. يعني أنا دائما بالعمل أحط السماعات مسموعة، أحط السماعات. الله يحفظك يبارك بعمرك. الله يخليك. فيعني دائما أحط السماعات، يعني حتى حاليا بالعمل أسمعك دائما. يعني اللقاء اللي صار بينك وبين هذا نزار، واتصل اعتقد شخص من المخابرات وقال. نعم. فيعني هو يعني نزار مسوي روحه يعرف كل شيء. يعني انت ما معقوله تعرف حتى بالاجهزه الامنيه اللي هم جماعه المخابرات وهذول الامن الخاص والكذا. قعدت اقدر اقول لك غرفه بصف غرفه ما حد يعرف شنو بيها. اكيد. فما بالك يعني في واحد يقول انا مطرب او يقول ما اعرف ايش يعني كان او ايش دخلك بهالمكانات؟ أكيد يعني مستحيل. يعني هو إذا أزواجهم ما يعرفون عنهم شغلات، هذول الجماعات اللي يعني هاي الأجهزة الأمنية خصوصا. صح. هاي اللي كانت بزمن صدام. يعني لا تقول لي أنت تعرف كل شيء. يعني أنا شفت أي واحد يتصل طبعا يعني هو يحب يستفز أو يحب يعني يتهرب من السؤال. رأسي يقول له أعتقد في شخص قال له أنت مو عراقي. أي هاي ما شاء الله مو عراقي جدا عادية عنده.
يعني ما يصير يعني انت يا اخي اذا ما تقدر على الاجابه وكذا لا يعني تتهم الاخرين انت مو عراقي او ما يعني ما تعرف ما معقول انت يعني شخص كنت مطرب او كنت ما كنت وتقول انا اعرف المخابرات والامن الخاص وكل شيء يعني الا انت كنت مع صدام معناته مرافق يعني قريب له ما ما ماكو غيرها يعني الله اعلم بس يعني انا بس احب الداخل يعني على هذا الموضوع الله يسلمك الله يسلمك الله يخليك وعلى شغلتك اللي صارت معاك مع هذا الانجليزي نعم انا طبعا انا عن لندن تقريبا ساعة وربع بالسيارة انا دائما اروح لندن انا ما عايش بلندن انا هم تقريبا ساعتين عن لندن ساعتي انا والله بصراحة لندن ما يعني ما انا ما احبها الناس. انا ما احبها نهائيا ما اطيقها انا ما اطيقها لا لا حتى كثير ناس ولو اقطع كلامك بخير اذا تسمح لي تفضل كثير سألوني عن هذه الحادثة اللي صارت بي وطبعا هم تعرف العربشة دائما يسبون انت كذا وانت كذا وانت قاعد نزل وتدبش على السطح اولا بعد شكوتي على الشرطة اللي جوي وأثبتت عنصريتهم تم إيقاف هذول الشرطيين وتم محاسبة يعني المدعي العام سوى ثلاث مواد قانونية ضد اللي ضرب سيارتي واعتدى علي وراح يأكل إذا يعني رحم القاضي حسب المواد اللي حط لها ثلاث سنوات صح وهسه قاعد يتوسل المحامي مالته اسحب الدعوة نعوضك هي مو شغلة تعويض انا ما اريد تعويض الجام تصلح كل شيء تصلح بس اني مال تجي انت تسبني وتقول لي انت صاعد فلان شيء وقاعد ببلدي انا ما صاعد شيء بايقة من عندك زين ولا مدينة من عندك وشرطة عنصرية تجي اولا بالقانون في كل دول اوروبا ممنوع التحقيق مع الاطفال زين انا بالفيديو لأن سيارتي من جميع الجهات بها كاميرات وتم تصوير المحادثة اللي حصلت زائد التليفون مالتي أنا اللي عرضته كل عدة ثواني زين نعم. الفيديو 40 دقيقة 45 دقيقة وكل قدمته بالشكوى مالتي وراحت للمدعي العام والحمد لله الحق صار إلي هسه بس ننتظر موعد محكمة نعم نعم إن شاء الله إن شاء الله أنا بس أريد أقول شغلة أنا يعني صار لي سنين عايش في بريطانيا أو على قولتك اللي سميها يعني بريطانيا تعبانة وأنا حتى زوجتي يعني منها عربية نعم أو عندي ولد يعني من زوجتي يعني وهي أصلا الله يخليك هي فأريد أقول للناس اللي تقول عنهم العرب اللي عايشين بلندن أنا مع احتراماتي للناس اللي ما أحب أعمم نعم بس أقول للناس اللي عايشة واللي يقولوا لك أنت إذا ما عجبك كذا أنا أول شيء أريد أقول هذول الناس روحوا طلعوا من المساعدات البنفيت ألف رحمة على والديك وروحوا خالطوا الإنجليز اللي أنا لندن ما أشوف بها إنجليزي الإنجليزي هناك أجنبي يعني غريب هو إيه ما أخذ فيزا وجاي فأنا أريد أقول هذول الناس طلعوا من البنفيت ها والهاوسن بنفيت وهاي الشغلات كلها روحوا دخلوا بالمجتمع الإنجليزي أنا عايش بمدينة يعني الغالبية الإنجليز ويعني الجالية الثانية يعني الأفارقة الكذا عايشين بس الغالبية إنجليز يعني والإنجليز يعني اللي هم غالبيتهم تركوا لندن وجوا على هاي المدينة اللي أنا بيها أنا بمدينة ميلتون كينز إذا سامع بيها يعني تقريبا قلت لك ساعة ساعة وربع بالسيارة أنا دائما أجي يعني أنا وزوجتي ناكل نحب ناكل شاورما وكباب بهذا بس ما أحب أعيش بها نهائيا ولا عمري راح أعيش بها فأقول هذول الناس اللي يقولون عنك أنت وكذا ما أعرف إيش هم أنا عايش مع الإنجليز وعملي كله مع الإنجليز ما أنا يعني نفس الشيء أنا ما عندي أي علاقة بأي شيء اسمه عرب صحيح 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 يعني هو نعم. أنا المنطقة الساكن بيها يعني من أطلع أنا الوحيد أجنبي حتى يباعون علي عبالك عندي راسين زين أي والله أي صح صحيح لا صحيح أبو عمر أنا عايش وياهم وقلت لك عملي أنا يعني كنت زمان كونتراكتر يعني عندي ما يسمونه سيلف امبلويد نعم ويعني بعدين اللي صرت يعني أشتغل مع شركة بين صارت علينا الكورونا وتعرف الظروف صح كده. فكل العمل يصير دائما هي الانجليز والله لان عندي سياره حديثه وسياره غاليه
يعني على قولتك يعني الحسد، يعني هاي ما انا اقول انجليز يعني عيونه خضر وشعره اشقر، يعني مو بريطاني مو بريتش. بريتش اي واحد يكون بي بريتش، فعندهم الحسد ويباوعوا. يعني والله مرات يصير عندي يعني مقابله او اختبار، احب اوقف السياره على المسافه على مود لا يشوفوها، يقول لك ها شوف هذه سيارته، ويباوعون هم نفسهم. يعني هم هذول الناس اللي عايشين بلندن، عايشين صار لهم سنين على المساعدات، ومره ثانيه اكرر مو كل الناس، فما يعرفون شنو الانجليزي. هم صراحه هم ما يعرفون الانجليز، جدا عنصريين ومسمومين يا اخي، مسمومين. يعني انا شقد اشد في دول ما لهم شغل، يعني ما نهائيا، هذول هنا مسمومين يا اخي، عندهم سم، وخاصه بعد بريكسيت، بعد هذا اللي صارت مع الأفواج اللاجئين يجون، تعشوف العنصرية شون صارت، يعني ما تنجرع. لا لا لا، ما أنا والله بالعمل يعني محاربة، يعني حاربنا يعني عينك عينك، يعني إيه إيه؟ قد يصير نقاش، يعني قد يصير يعني مشاكل بيناتهم، بس أنا بصراحة يعني واقف، ما أخلي، ما مستحيل أخلي. يعني لا أنا تعرف أنا بهدلت الشرطة، شفت صياحي عليهم زين. نعم. هم شي يسوون الشرطة هنا؟ أنا شوف هذه حركاتهم، أخاف واحد ما يعرف هذه، قال يأخذ خبرة. الشرطة البريطانية شو تسوي؟ يجي عليك، هو حاط الكاميرا مالته بكتفه، فيجي عليك يعني من وراء، أما يدفعك أو كذا، بس ما راح تبين بالكاميرا، يعني حاط إيده لي وراء زين. هذا دي يبتزك، فيقوم شي يسوي؟ يحرك نفسه يسرى ويمنه على أساس أنت قاومته، وبهذه الطريقة راح يقول لك you're under arrest for attacking me. ده تعرف؟ فهذا الفيلم مالتهم، هو راد يلعب هذه اللعبة، قلت له I know all the tricks don't start play game with me. فسكت زين، سكت. صحيح. هم يعرفون يعني ويانا، يعني على قولتك دون مسوذمي، يعني هم اذا يشوفوك بهالطريقه، والله انا اشوفهم ويا الانجليز وكذا، يعني هسه مدينه عايش بيها. نعم. يعني ما يسوون مثل ما يسوون ويا الاجانب وكذا، يعني يعرفون يعني الانجليزي يدرون بي، يعني يقول لك اي دون جيف ا مونكي على قولتهم، يعني كلش ضاربه عرض الحائط. بس هم مصيبتهم، مصيبه طبعا، اكيد يعني لا يتوقعون الناس يقول لك والله ماكو عنصريه، لا والله الانجليز يا اخي. يعني انا اصدقاء انجليز تعرف، يعني ويكند نروح نتعشى كذا، هو يقول لي تعرف احنا اكبر عنصريين في كل دول العالم، لان ليه هسه باقي الامبراطوريه البريطانيه براسنا، وعيننا تصير دائما وخشمنا فوق الناس. طبعا. فيقول احنا ناس حقراء. حتى قال لي، ايش قال لي صاحبي؟ قال لي والله لو روسيا تحركت الا روح اقاتل ويا روسيا ضد بريطانيا. زين. هو بريطاني زين. صحيح. يعني مو ماخذ الجنسيه، لا، اشقر عيون زرق، بريطاني، يكره هنا. صحيح. لا أيه. هم ابو عمر يعني حتى ويا الاسكتلند ويا الايريش ويا ما يطايقين احد هم، يعني بالضبط. يعني اي والله ما طايقين صراحه، يعني تروح هنا تسوي شوبينج وما اعرف ايش كذا، ويلك يباوع لك، يعني ماكو طبعا بالسياره. يعني زمان انا يعني هسه شويه، يعني قبل لا اتزوج هاي احكي لك، يعني كنت زمان من اسوق سياره، كان يعني المشاكل والله، يعني اذا اقول لك تقول لي معقوله؟ يعني لا، موجوده واكثر موجوده، يعني مشاكل. هسه ظليت يعني ظلت اسوق البايسيكل، يعني عندي هذا البوش بايك والكذا، اذا اروح للعمل او يعني اتفادى شويه السياقه، بينما احنا نا مدينتنا يعني ما بيها يعني واجد ترافيك والراند، يعني كله راند اباوت والمهم يعني هم هذول الناس. فاكو ناس تعتقد يعني هم ما عارفين، هم عايشين ببريطانيا، بس والله من تقول على الانجليزي يقول لك يعني ما يشوفه، يمكن بس بالتلفاز. بالضبط. يمكن يعني ما عنده يعني علاقه، حتى تتكلم وياه بالانجليزي ما يعرف يجاوبك، وماخذ جنسيه بريطانيه.
هذول. ابو عمر اكو اكو مثل ما ادري سامع فيه ولا لا، يقول لك انا مره كتبت لك بالتعليق، انا يعني مرات ما يصير لي مجال اتصل بيك، فقلت لك انا يعني حط السماعات واسمع لك. نعم. يعني اذا اليوم الحلقه مالتك اسمع لك يوم ثاني بالعمل. الله يحفظك. فكتبت لك، الله يخليك، فكتبت لك من حكيت على هاي شو اسمها مسوسي، اعتقد هيك مسوسي قلت ولا ما اي هذا المدلكشيه مالت القناه مالتك. ابو عمر خليها يعني هاي وياك وياك دائما، القرعه والعدها شعار جت لاوروبا. اي ما هو هذه لا وتحكي لي وانا وكذا، انت لو انسانه طيبه وخوش ادميه ما طلعين ويا فرس نهر بس هذا. والله يا ابو عمر القرعه والعدها شعار جت لاوروبا وصاروا على قولتك يتباهى عند البريتش سيتيزن، هو ما يعرف الا كلمتين على بعضها. ايوه يعني حتى يعني والله حتى اسمع لهم يعني تعال، يعني عندنا مثل بالعراق شو يقول؟ ايدك بالدهن، هذول يقعدون يترجمونه يور هاند ان اويل، هذا الانجليزي شو تفهمه؟ شنو يور هاند ان اويل؟ زين هذا ايش تحكي وياهم؟ يقول له يور هاند ان اويل، اي اي جاب هاي على هاي. ما اريد اقول اي اكو شغلات ما اريد احكيها. صحيح اي صحيح. لا والله هو يعني لا يعني هي كلها عندها البريتيش ولا عنده سويديش ولا ما عنده ما اعرف ايش، بس هو انت تعال انت عايش بالمجتمع. والله انا كنت اروح لصديقي بالسويد. لا هاي الكلمه اخونا انا عبد الله يقول ام نوت فور سيل، الكلمه مال فرس النهر. ام نوت فور سيل ابو الجنسيه الامريكيه شو ان شاء الله. والله تلاقيهم عايشين سنين بس هو ما يعرف حتى شنو الامريكي شنو الكلتشر شنو ما اعرف ايش. تروح للمطار تشوف ما يعني اريد اجيب يعني الدول والكذا الاخضر والاحمر والاصفر كلهم عندهم جناسي. بالضبط. والله يعني مو فد معضله هاي مسوسه ولا غيره تقول انا بريتش، بس انت انا اتحدى ما اريد اتحدى بس ما اريد هم اعمم، يمكن ما تعرف تحكي او ما تعرف تخالطه وما تعرف شنو القانون البريطاني. لا ما هي اعطتني مناطق، هي قالت اذا بي خير خليه يجيني بالمناطق، المناطق اللي عددتها كانه انت رايح للشعله لو للثوره. اي والله العظيم. يعني انا اعرفن هذه المناطق، فاني شو اروح يعني شو اصيح وانا شو مسوسو يا معوده. لا يا معوده قلها عيش على البنفيت. قاعده وسكتي بنتي دكتوره، بنتش دكتوره مال جتني المعلومات مالتها مدلكشيه. مدلكشيه والله ما اعرف اذا اروح لندن يمكن ما اعرف عنوانها وين، كان هم والله يراد لي شوي مساج. ما هي قال ميدافيل، حتى ما تقول ميدافيل، ميدافيل شغله مال مينو سبيك انجلش، مينو سبيك انجلش. اي بام بريتش، اي ام بريتش، اي ام بريتش. اي وبعدين شو شغله؟ اي هو والله قلت بعد هو هذا يا ابو عمر، هذا يعني هذا الحال وهذا بصراحه اللي هالتواصل وما اعرف ايش هالاجتماعي يطلع ناس ويخلي تظهر ناس و يعني على قولتك على هذا فرس النهر او غيره وغيرهم يا معود شبعانين من عندهم. يعني هو اللي انت حاط لك قناه بس السب بالامات او يعني دعك بالامات او غير حتى الاحياء، يعني هي مو هاي يعني هي هاي مرجله؟ والله لا مو هي هاي المرجله، صراحه مو هي هاي المرجله، يعني انت وين كنت لعد مين كان عايش هو؟ كان يغني لهم؟ كان يغني لهم؟ كان يغني لهم صحيح يعني ما بعد ما مات وما يقدر يدافع عن نفسه وما يقدر يعني بهس ضعفه هو انتصرت عليه رجاله وكذا وهاي المرجله على قولتك. لا اكو واحد اقسم لك بالله حقيقيه قصه هاي، اول ما انا التقيت بعائلتي بسوريا 2004 بعد سنوات من الفراق، فخابرت اخويا كان بسوريا قلت له شنو الفيلم اذا انزل بالمطار؟ ما رايح سوريا. فقال لي حرك ايدك حط لك يعني كم دولار بالباسبورت وهذه. فواحد كان بالطياره ويانا دا يمشي قدامي اقسم بالله لابس جينز برتقالي زين سبيشال هذا ابو عمر وروح ابويا الجينز ماله برتقالي، تي شيرت برتقالي وقمصله برتقالي، يعني طالع يا البرتقاله والله العظيم مو شقه اقسم بالله صارت وياي.
صادق صادق. فقال لي قال لي ابن عمي، قلت له تفضل، يعني بلهجة جنوبية. فقال أنا هاي أول مرة أجي للشسمة، شو أسوي بالهذي؟ قلت له والله أنا أخويا خابرته يجي. قال لي قلت له حط لك، هو قدامي يعني بالجوازات، وقف قدامي. فأنا قبل ما نروح قلت له حط لك كم دولار. قال والعباس ما حط دولار واحد، أيام بريتش هيك حكاها. والعباس ما حط ايام بريتش. قلت له عمي هنا انا ماكو بريتش وبطيخ، مشي امورك يعني 15 دولار ما راح تمل. قال والعباس ما سويها. وصل لابو الجوازات. ابو الجوازات من يقول لك حمد لله على السلامه يعني حاط شيء بالاسمه بالجواز يعني دولار او كذا. حمد لله. وهذا كل ساعه يقول له الله يسلمك. قال له حمد لله على السلامه. فنغيته قلت له احط لك شيء بالعباس ابو فاضل. قال ما احط. زين مرتين ثلاثة ما فات، كان يقول له دوقف على صفحة، كان يقول له آيام بريتش. قال له دكل خرا وقف على صفحة. زين زين قال له تاكل خرا وتوقف على صفحة. وقف أنا حاط 50 دولار بهذا، كان يقول ألف حمد لله على السلامة. دقيقتين وطلعت. بعد ثلاثة أيام، بعد ثلاثة أيام أنا ما أعرف يعني سوريا وكذا. ف والدتي قالت أريد أروح أزور سيدة زينب، أنا ما أعرف هذه المناطق. فطلع أخويا وياي وناس معانا وكذا، وأشوف لك هذا بمطعم اسمه أبو علي، ما أعرف رايحين سيدة زينب يعرفوه، هذا مشهور بالقص ماله وهذه. وكان أشوف هذا أبو العباس دشداشته وهو قال ها إيه، لقيت لابس دشداشة وها. قلت له ها بعدك بريتش؟ كان يقول لي يا بريتش راووني حتى علي بن ابي طالب بعيني ساعتين ونص. على مود التوب مره ثانيه. قلت له حتى التوب مره ثانيه. قال قال راووني علي بن ابي طالب ساعتين ونص. قلنا لك 10 دولار. اي والله لا انا بريتش. قلت له عمي هنا انا ماكو بريتش. لك عمي هاي دوله عربيه ماكو بريتش. قال وحق وعلي بن ابي طالب راوني اياه ساعتين ونص. والله صدق ما خلف سوافي. لا والله العالم سوافي. المهم والله ان شاء الله ما اطول عليك ابو. الله يسلمك ابويا. انا اول اتصال لي طبعا. الف هلا بك. الف هلا ودائما بكل ابن بلدي، ما اقدر اقول غير شيء. حتى لو مو ابن بلدي حي الله كل واحد ما طول محترم نفسه ومحترم القناة فهو أخ أو أب أو ابن مرحب بي. الله يعزك والله. الله يخليك. يبارك لي بعمرك أبويا وتحياتي لك ورب يحفظ لك ابنك لك. الله يخليك. الله يحفظك. الله يخليك. ألف هلا. الله يخليك. إن شاء الله إن شاء الله أكون يعني من ال متابعين. وانا اكيد صار يعني قلت لك من 2020 تقريبا بس ألف. ان شاء الله يعني اتواصل وياك. الله يخليك. الف هلا بوي. شكرا ألف جزيلا. مع السلامه. هذا كان اتصالنا الاخير لان طولنا شويه اليوم. رسالتي الاخيره الى اهلنا في العراق. يا عراقي يا ابن بلدي، مثل ما قالوا الأخوة وقلتها أنا سابقا، اللي إجا بالقوة ما يسترجع إلا بالقوة. ماكو شيء اسمه انتخابات، ماكو شيء اسمه أني أروح أرشح وأني أروح أجو. هذولا ما جو الترشيح، هذولا جو على الظهر الدبابة الأمريكية الإيرانية، يعني بالقوة. واللي نخذ بالقوة ما يرجع غير بالقوة. العراقي معروف زلمة، العراقي معروف من ظهر زلمة. نريد زلمنا مال قبل مثل ما رفعتوا راسنا بضيافتكم وترحابكم بأهلكم دول الخليج في خليج 25 في البصرة أهل الغيرة والطيبة. رجع بلدك بهذه النخوة وبهذا الرجولة وبهذا الغيرة، وإلا اقرأ على البلد السلام. تحياتي لكم ولعوائلكم الكريمة وتصبحون على ألف خير.